السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات بما ليبيا، ومع المحاضرة الثانية في إدارة التغيرات بالمشاريع الهندسية لأستاذنا الفاضل المهندس الاستشاري وليد منصور بركات، بكالوريوس هندسة مدنية سنة 1998، وماجستير إدارة الأعمال ام بي اي، وحصل على البي ام بي سيرتيفايتد فروم بي ام اي، وعضو الهيئة الهندسية السعودية للمهندسين، مهندس مستشار وعضو نقابة المهندسين المصريين، وعضو المنظمة الدولية لإدارة المشاريع البي ام اي، وعضو الجمعية السعودية للهندسة المدنية جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومحاضر ومدرب بالعديد من المؤتمرات والفعاليات الهندسية، ومدير مشاريع بمكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المولات مصر والسعودية، وإن شاء الله محاضرة رائعة كالمحاضرة السابقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من لقاء أو محاضرة أو دورة إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. يشرفني أن أنا أكون معاكم في هذا اللقاء عبر منصة بي أي إم عربية، وإن شاء الله رب العالمين تكون لقاء مفيد لحضراتكم ونحصل الفائدة ونستفيد من بعض بإذن الله تعالى. ونبدأ مع الجزء الثاني في اللقاء. في الجزء الأول تعرفنا مع بعض على مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية وأهمية أوامر التغيير وأسباب التغيير في المشاريع الهندسية وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسية والفرق بين أوامر التغيير والأعمال الإضافية وحساب الوفر والزيادة أو المناقلة. وأنهينا اليوم بتأثير أوامر التغيير على سير المشاريع الهندسية، وشفنا العلاقة بين أوامر التغيير وطريقة تأثيرها على المثلث الحديدي للمشاريع اللي بيتكون من النطاق والزمن أو المدة أو التايم والتكلفة، وفي منتصف هذا المثلث الجودة وتأثير أوامر التغيير على هذه الأضلاع الثلاثة وقلب مثلث المشاريع الجودة. وأثقلنا على حضراتكم، كان يوم طويل واستغرق أكثر من الوقت اللي كان محدد للقاء وخد يمكن حوالي 3 ساعات كاملين، فاسمحوا لنا النهاردة أن احنا ننهي هذا الموضوع بالجزء الثاني، ونتعرف خلال هذا اللقاء على شروط إصدار أوامر التغيير، الصلاحيات ومستوياتها وتوزيعها على الفرق العاملة في المشاريع الهندسية، أنواع أوامر التغيير، دورة حياة طلب التغيير، طرق تقليل تأثير طلبات التغيير السلبية على تنفيذ المشاريع الهندسية، طرق تقدير وتحليل تكلفة التغييرات أو المطالبات، وننهي إن شاء الله رب العالمين بذلك هذا اللقاء. نبدأ مع بعض مع شروط إصدار أوامر التغيير. في نوعين من الشروط لإصدار أوامر التغيير، النوع الأول وهو الشروط الشكلية، والنوع الثاني وهو الشروط الموضوعية. الشروط الشكلية لإصدار أوامر التغيير، أول شرط أن تصدر أوامر التغيير مكتوبة، وبالتأكيد ده لحفظ الحقوق وتوثيق الأعمال، ومستند زي ما قلنا إن أمر التغيير هو مستند قانوني يثبت بالإجراءات والعمليات والحقوق، وتنص وثائق العقود عموماً على عدم قانونية أي أوامر تغيير لم تحرر خطياً. وقلنا إن أوامر التغيير المباشرة التي تصدر فيما يعرف به التوجيه من المالك يجب أن يتم بعد ذلك توثيقها، سواء بخطاب أو بمحضر أو أي صيغة مقبولة من صيغ التوثيق داخل
إطار الوثائق والمستندات الخاصة بالمشاريع. بالتأكيد صدور أمر التغيير مكتوباً يحفظ حقوق جميع الأطراف ويكون مرجع في نهاية المشروع سواء للمالك أو المقاول أو المهندس. وده من الشروط المهمة واللي وإن كان شرط شكلي وليس موضوعي ولكنه بيغلق أبواب كثيرة من أبواب النزاعات والمشاكل والاختلافات عند رفع المطالبات أو تسليم المشروع أو تسليم الأعمال أو عند إنهاء الأعمال وإجراءات التسليم الابتدائي للمشروع أو التسليم النهائي. الشرط الثاني من الشروط الشكلية وهو وجوب إعلام المقاول بأوامر التغيير. وخلينا نضيف هنا أن وجوب إعلام المقاول بأوامر التغيير بالطريقة المنصوص عليها تعاقدية، يعني لما أخطر المقاول لا أكتفي بإخطاره بشكل شفوي، أو أنا كمقاول لا أكتفي بإخطار المالك لي أمر التغيير بشكل شفوي أو بطريقة مستندية غير معتمدة في المشروع أو غير ذلك من الوسائل التي غير موثقة أو معتمدة في عقد المشروع. فيجب اختيار المقاول في حال إصدار أوامر التغيير بالطريقة المستندية المعتمدة في عقد المشروع، ويؤدي عدم الاختيار بها إلى عدم التزام المقاول بتنفيذها. وللمقاول بالطبع الحق في أن يتحفظ على أوامر التغيير التي لم تصل بالطريقة المتعاقد عليها أو المنصوص عليها في عقد المشروع. بالنسبة للشروط الموضوعية الخاصة بأوامر التغيير، أول شرط في الشروط الموضوعية هو وجود شرط في عقد المشروع يمنح المالك أو من يمثله أو يفوضه المالك صلاحية إصدار أوامر التغيير. فلا بد من وجود بند في العقد يعطي صلاحية للمالك أو من يمثله أو يفوضه في صلاحية إصدار أوامر التغيير لإصدار هذه الأوامر عند الحاجة. فإذا صدر أمر التغيير من غير ذي صفة حتى وإن كان من الستيك هولدرز الخاصة بالمشروع لكنه ليس له صفة أو ليس له صلاحية إصدار أمر التغيير فلا يعتد بأمر التغيير إذا صدر بهذه الطريقة. الشرط الثاني من الشروط الموضوعية لإصدار أوامر التغيير أن تكون أوامر التغيير ضرورية والعمل في حاجة لها، ومطلوب إصدار أمر التغيير لإنجاز الأعمال وتلافي العيوب وتدارك الأخطاء وزيادة الفائدة المرجوة من المشروع. فليس من المنطق أن تصدر أوامر التغيير دون حاجة من طرف من الأطراف، ويجب أن تكون أوامر التغيير في حدود المعقول من حيث الحجم والقيمة والنوع وفي إمكانية التنفيذ أيضاً، وإلا أدت إلى تغييرات زي ما قلنا في اللقاء الماضي إلى تغييرات تسمى بالتغييرات الجذرية والتي تخرج بالمشروع عن نطاق الأعمال المنصوص بها تعاقدياً وتخرجه عن هدفه الأصلي. فضروري أن تكون أوامر التغيير المشروع محتاج لها، كذلك يجب أن تكون متناسبة مع الأعمال المسندة للمقاول ومع نطاق الأعمال المنصوص عليها في عقد المشروع، وأن تكون من المعقولية بمكان من حيث حجم الأمر وقيمة الأمر وتناسبه مع الموارد المالية للمشروع ونوعية الأعمال. فمش من الطبيعي أن يكون عندي مقاول معتمد في تنفيذ شبكات المياه مثلاً وأسندت إليه تعاقديا عقد تمديد شبكات مياه
وأطلب منه إنشاء منشأ معين أو إضافة خدمات، مثلا خدمات إلكترونية أو خدمات كهربية أو غير ذلك، خارج نطاق اعتماده الأصلي وخارج نطاق إمكانياته وخارج نطاق عقد المشروع. مثل هذه الأعمال تخرج بالمشروع عن نطاقه وتسبب إرباك داخل مسيرة المشروع، وتكون سبب في حدوث نزاعات حتى وإن استجاب المقاول لهذه الطلبات في وقتها وفي حينها. لكن أوامر التغيير ليست بابا لزيادة المطالبات عن المعقول أو عن المنصوص عليه تعاقديا أو عن التأهيل الممنوح للمقاول أو عن نطاق الأعمال المتوقع أو المنصوص عليه في عقد المشروع. أيضا من الشروط الموضوعية، وبتكمل الشرط السابق، أن تتفق أوامر التغيير مع طبيعة عقد المشروع. فيجب أن تتفق الأعمال التي تتضمنها أوامر التغيير مع طبيعة العقد وموضوعه ونطاق الأعمال المتعاقد عليه، وأن تكون من نوع الأعمال الأصلية داتا. أيضا من شروط الموضوعية صدور أوامر التغيير أثناء التنفيذ وليس بعد إتمام إنجاز الأعمال، والمقصود هنا بعد التسليم الابتدائي للأعمال سواء كانت جزء من المشروع أو كان المشروع كاملا. فلا يجوز إصدار أوامر التغيير بعد انتهاء الأعمال وتسليمها تسليما ابتدائيا، لأن العقد قد انتهى ويكون العمل خارج نطاق العقد وإن كان في ذات الموضوع. ومن ثم يمكن للمقاول رفض تنفيذ هذه الأوامر أو أن يطلب عقدا جديدا. لذلك لا بد من الإشارة إلى أن إصدار أوامر التغيير لا يكون إلا أثناء التنفيذ حصرا وقبل صدور شهادة التسليم الابتدائي للمشروع. طيب، قلنا إن أوامر التغيير لازم تصدر من شخص ذو صلاحية، سواء كان المالك وهو صاحب الصلاحية الأصلية والرئيسية والمرجعية في إصدار أوامر التغيير في المشاريع، أو من يفوضه في إصدار هذه الأوامر بتفويض من المالك وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له من المالك. قد تكون جزئية متعلقة بإصدار أوامر التغيير في جزء معين من الأعمال أو خلال فترة زمنية من الفترات الزمنية في المشروع، أو إنه تتوزع الأوامر التغييرية حسب الصلاحيات. ومن الأمور اللي قابلناها كثيرا يعني، وأكيد حضراتكم شفتوها معانا، إنه لا يكون من صلاحية ممثل المالك في الموقع إصدار الأوامر التغييرية أو اعتمادها، ومع ذلك بنفاجأ إن هم بيصدروا أو بيصدروا أوامر تغييرية وبتكون في مشاكل عند اعتمادها من صاحب الصلاحية طبقا لنظام المنافسات والمشتريات أو نظام المناقصات المطروح على أساسه العقد، وبتكون دي باب لنزاعات ومشاكل وربما ضياع حقوق كثير من الأطراف العاملة في المشروع. وهو التوسع في إصدار أوامر التغيير لغير ذي الصفة أو غير صاحب الصلاحية، ويعني ربما يظن بعض هؤلاء الزملاء اللي بيكون البوزيشن بتاعهم إن هم بيمثلوا المالك في الموقع إن لديهم هذه الصلاحية، ثم يفاجأوا عند طلب صرف المستحقات أو اعتماد التغييرات أو إضافة هذه الأعمال للعقد إنه هذه الأمور خارجة عن صلاحياتهم، وبالتالي بيكون باب من أبواب الخلافات والنزاعات في العقود الهندسية. الأطراف اللي بتشترك في الصلاحيات في عقود المشاريع الهندسية وبتتوزع بينهم الصلاحيات وكذلك الأعمال، بالتأكيد هم المالك
والفريق الفني المشرف على الأعمال أو المهندس، والطرف الثالث وهو المقاول. قلنا إن المالك هو صاحب الصلاحية الأساسية في إصدار أوامر التغيير واعتمادها وإقرارها، سواء كانت بسبب المالك ومتعلقة به، أو بسبب المهندس، أو بسبب أخطاء المقاول في تنفيذ الأعمال. أيا كان نوع أمر التغيير أو الأسباب التي دعت لإصدار أمر التغيير، فإن المالك هو صاحب الصلاحية الأساسية في إقرار أمر التغيير واعتماده والموافقة عليه، أو في تفويض هذه الصلاحية لمن يراه مناسبا. يعني قد يفوض أحد المختصين من طرفه، أو يفوض المهندس أو جهاز الإشراف في الموقع في مثل هذه الصلاحيات. لكن بالتأكيد هذه الصلاحيات مرجعها إلى صاحب الصلاحية الأساسية، الجهة الوحيدة القادرة على توزيع الصلاحيات ومنحها ومنعها. طيب، بنقول إنه يجب أن تصدر أوامر التغيير من شخص له صلاحية إجراء التغيير. وتصدر أوامر التغيير بناء على طلب من صاحب العمل أو المالك أو من يفوضه أو يعطيه صلاحية أوامر إصدار أوامر التغيير. كما قد تصدر أوامر التغيير بمبادرة من المهندس أعد دراسة فنية لزيادة فرص نجاح المشروع أو تعظيم الفائدة منه، لكنها لا تقر إلا بموافقة ولا تصدر إلا بموافقة صاحب العمل. كما قد تصدر أوامر التغيير باقتراح من قبل المقاول، وإن كان الفيديك توسع شوية في موضوع اقتراح المقاول لأوامر التغيير، لكن أيا كان طريقة صدور أوامر التغيير بناء على طلب من صاحب العمل أو مبادرة من المهندس أو اقتراح من قبل المقاول، فهي لا تصدر إلا باعتماد صاحب العمل. سلطة المالك في إصدار أوامر التغيير. تعد أوامر التغيير وسيلة قانونية تمكن صاحب العمل من تعديل أعمال المشروع أو إعادته لمساره، أو تلافي الأخطاء، أو معالجة النواقص، أو تحقيق فائدة من المشروع، تقليل التكلفة، تقليل المدة، زيادة الجودة، غير ذلك من الفوائد اللي ممكن يضيفها المالك للمشروع عبر الأوامر التغييرية. وتصدر زي ما قلنا في الشروط الخاصة بشروط صدور أوامر التغيير أثناء تنفيذ العمل وليس بعد استلامه استلاما ابتدائيا، بما يعني قد تصدر هذه الأوامر بما يتفق مع تطور قدرات المالك المالية أو حاجاته، وذلك قد يكون بحذف أو إضافة أو تعديل لأعمال من أعمال عقد المشروع الهندسي. يعد صاحب العمل السلطة الأساسية في السماح بتنفيذ أوامر التغيير، إذ لا يمكن تنفيذ أي تغييرات في المشروع إلا بموافقة صاحب العمل أو من يفوضه ويعطيه هذه الصلاحية. الأساس طبعاً أن تصدر أوامر التغيير من قبل صاحب العمل إلى المقاول عن طريق المهندس، ودي نقطة نظامية مهمة في ترتيب الأعمال داخل المشاريع الهندسية، والتي يجب أن يتم مراعاتها، وعدم التوسع في إصدار أوامر التغيير من قبل المالك بطريقة مباشرة إلى المقاول وتخطي الفريق الفني الموجود في الموقع. وبالتالي يعني يحدث أكثر من جانب من الجوانب السلبية، أكيد حضراتكم شفتوها عندما يكون المالك من الناس التي تمر في الموقع وتصدر أوامر التغيير دون مراجعة فنية أو دون دراسة أو دون نظر في
مرجعيتها او تكلفتها او اعطائها الاهتمام الفني المطلوب وتجاوز الفريق الفني الموجود في الموقع، فبيتسبب ذلك في اولا مثالب فنيه وعيوب في هذه الامور، ايضا يتسبب ذلك في وجود نزاعات وخلافات عندما لا تحقق اوامر التغيير الهدف المطلوب منها، وكذلك يكون في إضعاف لسلطة الجانب الفني الموجود في الموقع، وبعد كده بيكون في الأعمال الاعتيادية موقف الفريق الفني يعني ليس به القوة المطلوبة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وبالأساس طبعا المفروض أن الفريق الفني ده فريق محايد، يعني وإن كان بيتلقى حسابه طبقا لتعاقد ما من صاحب العمل أو بيتلقى أيضا أتعابه من المقاول حسب الطريقة التي تم التعاقد بها مع في المشروع الهندسي، إلا أنه بالأساس المهندس هو طرف محايد يعمل لمصلحة المشروع وليس لمصلحة طرف على حساب طرف آخر. فتجاوز صاحب الصلاحية في إصدار الأوامر مباشرة إلى المقاول من الأبواب التي تفتح أبواب من النزاعات والمثالب والأخطاء داخل مسيرة المشروع الهندسي، ودي من النقاط الصراحة اللي بتمثل متاعب لجميع العاملين في المشروع، خصوصا لما يدرك المالك بعد كده زي ما قلنا في تصنيف التغييرات انه اصدر اوامر خاطئة للمقاول او انه يحتاج لتعديل هذه الاوامر بتكلفة ووقت اضافيين للمشروع كان في غنى عنهم لو استفاد من الطاقم الفني الموجود معاه في المشروع واللي بيمثله حسب الصيغة المعتمدة في الفيديك المهندس، ولكنه عبارة عن فريق الإشراف الفني الموجود في المشروع. طيب هذا الفريق الفني أو المهندس إيه صلاحيته في إصدار أوامر التغيير أو دوره في إصدار أوامر التغيير؟ لو منح الصلاحية من صاحب العمل فله أن يصدر أوامر التغيير الموثقة طبقا لنظام التوثيق في عقود المشاريع الهندسية إذا منح هذه الصلاحية. طيب لا يمكن تنفيذ أوامر التغيير الصادرة من أي من المهندسين أو الطاقم الفني المشرف إلا باعتماد وموافقة صاحب العمل عليها في الأحوال الاعتيادية أو صاحب الصلاحية. يعني الحالة الأولى إنه يكون مفوض الفريق الفني المهندسين جهاز الإشراف يكون مفوض بإصدار الأوامر التغييرية. طيب لو مش مفوض يبقى لا يمكن تنفيذ أوامر التغيير الصادرة من الفريق الفني إلا بموافقة صاحب العمل عليها. طيب الطرف الثالث وهو المقاول ودوره في إصدار أوامر التغيير في المشاريع الهندسية، بالتأكيد المقاول هو يعني بالأساس شخص فني مؤهل لتنفيذ الأعمال، فله في أي وقت أن يقترح أوامر تغييرية تصب في مصلحة المشروع أثناء تنفيذه أعمال المقاولة المسندة إليه، ويتم ذلك بتقديمه ما يسمى بالاقتراح الخطي أو الدراسة الفنية، يقدمها للمهندس يعرض فيه رأيه كطرف فاعل في المشروع وله رأي وله كيان، وبالتأكيد بيستخدم فريق فني مؤهل طبقا لاشتراطات المشروع والاشتراطات الموجودة في عقد المشروع الهندسي. المقاول يعرض في هذا الاقتراح رأيه في تغيير بعض أعمال المشروع والتي من شأن هذه التغييرات أن تسهم في سرعة إنجاز المشروع عامل الوقت أو تخفض من التكلفة في المشروع أو تحسن من فعالية المشروع أو تحقق أي منفعة أخرى لصاحب العمل من خلال هذه الاقتراحات الفنية التي يقدمها المقاول. طيب المقاول قدم هذا الاقتراح قدمه مباشرة للمالك، ده في تجاوز للطاقم الفني الموجود، لازم يقدم طبقا
الإجراءات المتبعة والأسلوب الصحيح لإدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، فيجب أن يقدم المقاول هذا الاقتراح أو هذه الدراسة إلى المهندس. المطلوب من المهندس في هذه الحالة أيا كان الاقتراح المقدم من المقاول أن يقوم بالدراسة الفنية لاقتراح المقاول ورفعه لصاحب العمل مصحوبا برأي المهندس الفني في الموضوع. يعني المهندس رأى فنيا إن هذا الاقتراح مناسب وفي مصلحة المشروع ويساعد على زيادة فعالية المشروع وتحقيق الفائدة المرجوة منه ويضيف قيمة مضافة للمشروع، أو رأى غير ذلك. حتى لو رأى غير ذلك يجب على المهندس أو الفريق الفني الموجود في الموقع انه يرفع اقتراح المقاول مصحوبا برايه الفني بالموافقه، التوصيه الفنيه بالموافقه او التوصيه الفنيه بعدم الموافقه للمالك صاحب الصلاحيه في اعتماد اوامر التغيير واصدار هذه الاوامر، والذي يجب ان ينظر بشكل يعني فيه اعتبار للرأي الفني ولا ينظر فقط لصلاحيته وإن هو المالك وإن هو صاحب القرار النهائي، لكن بالتأكيد الرأي الفني يجب أن يكون له مرجعية واعتبار من حيث مصلحة جميع الأطراف وحرص جميع الأطراف على نجاح الأعمال التي يقومون بتنفيذها داخل عقد المشروع الهندسي. قلنا انه علشان تقر هذه التوصيات المقدمه من المقاول او الاقتراح المقدم من المقاول مصحوبا بدراسه المهندس وموافقته لمقترحات المقاول وتوصياته باعتماد هذه المقترحات او هذه الدراسات، يجب ان تكون هذه التغييرات ضروريه ولازمه لاستكمال تنفيذ اعمال المشروع وتحقيق الفائده المرجوه منه، وليست إضافة واستهلاك للموارد واستهلاك لإمكانيات صاحب العمل على حساب المشروع. الفيديو توسع شوية في موضوع اقتراح المقاول لأوامر التغيير، وفي الفصل 13 الخاص بالتغييرات طبقا للبند 13.2 في الفاليو انجينيرينج، هل يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم إلى المهندس اقتراحا خطيا يعرض فيه رأيه الذي إن تم اعتماده فإنه يحقق فائدة للمشروع، يعجل في إنجاز الأعمال أو يخفض قيمة الأشغال لمصلحة صاحب العمل فيما يخص عمليات التنفيذ أو صيانة وتشغيل الأعمال، يعني بيخفض القيمة لمصلحة صاحب العمل أثناء التنفيذ في التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأعمال أو في مرحلة لاحقة عند تشغيل وصيانة الأعمال التي تم تنفيذها. يحسن من فعالية أو قيمة الأشغال المنجزة لما في مصلحة العمل، أو أنه يحقق منفعة أخرى لصاحب العمل. ده بالضبط النص اللي موجود في الفيديك، واللي بيقول ان المقاول له في اي وقت ان يقدم اقتراحا خطيا الى المهندس بالتغييرات التي يجب ان تحقق اي فائده من الفوائد الاربعه اللي اتكلمنا عليهم الان. طيب هذه التغييرات اكيد قد تتكلف هذه الدراسات و المخططات والاقتراحات والتجارب قد تتكلف تكلفة مادية. الفيديك بيقول إنه هذه الاقتراحات من المقاول يتم إعدادها على حساب المقاول ويكون مستوفيا لمتطلبات إجراء التغييرات المحددة في عقد الفيديك في المادة 13.3. لكن في حالة اتكلم عليها عقد الفيديك عند اقتراح المقاول للتغييرات، وقال ان المقاول لو يقدم تعديل على تصميم او اي جزء من الاشغال الدائمة في المشروع فانه يتعين القيام
بما يلي إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك، أن يقوم المقاول بإعداد تصميم هذا الجزء. وهنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، مش هنقول بقى إن في حسب الفيدك إنه فين المصمم وفين دوره وفين دور الجهاز الفني والمهندس وغير ذلك، لكن الفيدك بيقول إنه إذا اقترح المقاول فعليا يقوم بإعداد التصميم كاملا، وتطبق عليه أحكام بعض فقرات الفيدك المتعلقة بالتزامات المقاول. وهنا بقى النقطة المهمة اللي بتتكلم عن تكلفة هذه دراسة التغييرات، تكلفة دراسة التغييرات، لكن بالتأكيد التكلفة المترتبة على التغييرات نفسها فهو بيتحملها صاحب العمل طبقا لطريقة إضافة تكلفة التغييرات التي أوضحناها في الجزء الأول من هذا الموضوع. طيب، إذا ترتب على هذا التعديل المقترح من المقاول تخفيض في قيمة العقد، يعني المقاول قدم اقتراح والاقتراح ده كان من نتيجته أنه خفض في قيمة العقد، طيب المقاول هنا يستحق؟ احنا قلنا في البداية أنه في الأساس المقاول له أن يقدم اقتراح ويتحمل تكلفة هذه الاقتراحات، ولا يحق له المطالبة بتكاليف إضافية نتيجة دراسة الاقتراحات التي تم تقديمها لتحقيق فائدة من الفوائد التي تم إيضاحها للمشروع. لكن لو الاقتراح اللي مقدمه المقاول مثل تخفيض في قيمة العقد، فللمهندس في هذه الحالة أو يتعين عليه في هذه الحالة عملا بأحكام المادة 3-5 في عقد الفيدك أن يقوم بالاتفاق على أو تقدير بدل الأتعاب المترتب على تعديل التصميمات لتضمينه في قيمة العقد، ويكون هذا البدل مساويا ل 50% من الفرق بين المبلغين التاليين: التخفيض المتحقق في قيمة العقد هذا الجزء الناتج عن التعديل باستثناء التعديلات بسبب تغيير التشريعات والقوانين والأنظمة، والتعديلات بسبب تغير التكاليف وأحوال تقلبات الأسعار في السوق أو غير ذلك، يستحق في حال تحقيق تخفيض 50% من قيمة التخفيض نتيجة دراسة المقاول واقتراحه لتغيير في المشروع أدى لحدوث تخفيض ما في قيمة المشروع. طيب، التخفيض ده لو على حساب الجودة في المشروع، هنا الفيدك بيقول لك لا، هو لو التخفيض ناتج عن تقليل في قيمة الأجزاء التي تم تغييرها أو تعديل تصميمها أو استبدالها بنوعيات أقل في القيمة والجودة والعمر الافتراضي والفعالية التشغيلية، في الحالة الثانية لو هذه القيمة رقم 2 أكبر من التخفيض المتحقق في قيمة العقد، يعني أنا سببت بهذا الاقتراح تخفيض في جودة الأعمال ونقص في نوعيتها والعمر الافتراضي ليها والفعالية التشغيلية ليها، لو التخفيض الحاصل نتيجة هذا الضعف الذي حدث للمشروع لتخفيض قيمة الأعمال والمقترح من قبل المقاول، لو هو أكبر من التخفيض المتحقق في قيمة العقد نتيجة دراسة المقاول المقدمة من قبله، في هذه الحالة لا يستحق المقاول صرف أتعاب عن هذا المقترح أو هذه الدراسة إذا أقر التغيير من صاحب الصلاحية. طيب، أنواع أوامر التغيير، كنا في الفقرة السابقة بنتكلم عن الصلاحيات وتوزيع الأدوار في إصدار أوامر التغيير بين المالك صاحب الصلاحية الأصلية والمهندس الذي يقوم بدراسة اقتراحات التغيير سواء المقدمة من المالك أو المقترحة من المقاول، وقلنا إن المقاول كشخص مؤهل طبقا لعقد المشروع من حقه أن يقترح في أي وقت اقتراحا خطيا بإجراء التغييرات في المشروع، إلا أنها لا تكون معتبرة إلا بعد دراستها فنيا من قبل الفريق الفني الموجود في الموقع واعتمادها من صاحب الصلاحية. ووضحنا إنه
يجب أن يتم الانتباه لحدود صلاحيات الفريق الممثل للمالك في الموقع، والذي ليس دائما لديه صلاحية اعتماد التغييرات في المشاريع، وهذه النقطة تسبب دائما خلافات ونزاعات وإرباك، خصوصا إذا قام غير صاحب الصلاحية، وإن كان هو من ضمن فريق المالك أو موجود في الموقع على إنه ممثل للمالك، لكنه مش صاحب صلاحية في إقرار واعتماد التغييرات، سواء من ناحية التكلفة أو من ناحية المدة، فده بيسبب مشاكل في المشروع ونزاعات وضياع لحقوق باقي الأطراف. طيب، أنواع أوامر التغيير. من أنواع أوامر التغيير الاتفاقية، وأوامر التغيير أحادية الجانب، وأوامر التغيير النافعة، وأخيراً بالتأكيد أوامر التغيير الضارة. أوامر التغيير الاتفاقية واضح من مسماها أن هي بتعتمد على اتفاق كامل الأركان بين جميع أطراف المشروع، وهي اتفاق ثنائي بالتأكيد لازم يكون مكتوب بين المالك والمقاول على إحداث تعديل ما على أحد بنود العقد أو أكثر. ويجب أن تكون هذه الأوامر مكتوبة وموثقة ومتناسبة مع نطاق الأعمال في المشروع. طيب، أوامر التغيير أحادية الجانب التي يطلق عليها التوجيه، المالك أو من يمثله موجود في الموقع، موجود في المشروع، موجود في المكان اللي يستطيع منه إصدار أوامر لفريق التنفيذ أو لفريق الإشراف الهندسي، وتسمى أيضا بالتوجيه، بإجراء تعديلات على العمل. يكون هذه الأوامر مرحلة أولى للأمر السابق وهو الأمر الاتفاقي، بحيث أنه التوجيه هي مرحلة تسبق التوثيق والاتفاق على التغييرات. قد يحدث حاجة إليها لظروف طارئة أو في أثناء تنفيذ الأعمال، وعند وجود بعض الأعمال عليها نوع من الخلافات، لكن في جميع الأحوال يجب أن يتبع التوجيه أو أمر التغيير أحادي الجانب، يجب أن يتبعه إصدار أمر تغيير اتفاقي أو نظامي يحل محله ويصف أثر التعديل في تكلفة العقد ومدة التنفيذ. أوامر التغيير النافعة بالتأكيد قلنا يتم التوصية بها من قبل المهندس أو الفريق الفني، أو للمقاول أن يقدمها باقتراح، أو للمالك أن يوجه بها، لكن الغرض منها تقليل المخاطر وزيادة الفرص أثناء تنفيذ أعمال المشروع. على العكس من كده، أوامر التغيير الضارة واللي بنصطدم بها كثيرا في أثناء تنفيذ المشاريع، وهي الأوامر التي تؤثر سلبا في المشروع وتؤدي إلى زيادة التكلفة أو التأخير في التسليم أو تقلل من جودة المشروع، ويمكن أن نضيف هنا أو تؤدي إلى حدوث زحف لنطاق المشروع أو لسكوب كريب. كيفية إدارة عمليات التغيير في المشروع؟ لو حبينا نتعرف مع بعض على دورة حياة أمر التغيير، قلنا ووضحنا خلال الجزء السابق من المحاضرة إنه يظهر لدينا ما يستدعي التغيير، سواء كان هذا التغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل في بند من بنود المشروع أو أكثر من بند، بما يؤدي لتحقيق فائدة ما للمشروع. هذه الفائدة قد تكون تقليل في التكلفة أو تسريع في معدلات الإنجاز أو زيادة في الجودة في المشروع في تنفيذ مكونات المشروع.
طيب، ظهر ما يستدعي التغيير، يتم توجيه المالك بإجراء التغيير وبعد ذلك إصدار الأمر، لكن أولا يتم التوجيه من المالك. هذا التوجيه يتلقاه المهندس ويصدر توصية عليه، أو عند ظهور ما يستدعي التغيير يقدم المقاول اقتراح. دي الثلاث أمور التي تسترعي الانتباه عند ظهور ما يستدعي التغيير في المشروع. قد ينتبه إليها المالك فيصدر توجيه، أو يدرسها فنياً المهندس فيصدر توصية للمالك بإجراء تغيير، أو قد تكون اقتراح للمقاول كما أوضحنا يحقق فائدة للمشروع، وقد يترتب على هذه الفائدة تقليل في التكلفة يستحق عليها المقاول تعويض عن الدراسة قيمته 50% من قيمة تخفيض الحادث، إن لم يكن تخفيضاً في القيمة أو الفعالية أو العمر الافتراضي لهذه المكونات، فقط طبقاً لعقد الفيدك. يحال هذا التوجيه أو التوصية من قبل المهندس أو الاقتراح من قبل المقاول إلى الفريق الفني الموجود في الموقع، جهاز الإشراف، المهندس، قسم الدراسات والتصاميم، لدراسة هذا التغيير ودراسة تأثيره على مثلث المشاريع، يشوفوا تأثيره على المدة، مدة التنفيذ، تأثيره على تكلفة المشروع، تأثيره على نطاق الأعمال، وأخيراً تأثيره على جودة الأعمال المنفذة في المشروع. المهندس بعد هذه الدراسة بيرفع توصية للمالك، هذه التوصية إما بالرفض ويعتبر في هذه الحالة الموضوع انتهى، أو يصدر توصية من قبل الفريق الفني بعد دراسة تأثير التغييرات على المكونات الأربعة لمثلث المشاريع، المدة والتكلفة والنطاق والجودة، ويصدر توصية بالقبول أو الموافقة، وترفع هذه التوصية بالتأكيد لصاحب الصلاحية أو المالك أو من يمثله أو من يفوضه في إقرار أوامر التغيير والموافقة عليها وإصدارها، ويصدر في هذه الحالة الفاريشن أوردر أو التشينج أوردر أو قرار التغيير من صاحب الصلاحية. هذه كاملة دورة حياة أمر التغيير، من بداية ظهور ما يستدعي التغيير وتوجيه المالك بالتغيير أو توصية المهندس بالتغيير أو اقتراح المقاول لإجراء تغييرات في المشروع. يتم بعد ظهور ما يستدعي التغيير وإجراء التوجيه أو التوصية أو الاقتراح من قبل المالك أو المهندس أو المقاول، يتم دراسة هذا الاقتراح من قبل الجهة الفنية المختصة لدراسة هذه الأوامر التغييرية على المدة، دراسة تأثيرها على المدة، دراسة تأثيرها على التكلفة، دراسة تأثيرها على نطاق الأعمال، دراسة تأثيرها على الجودة، جودة الأعمال المنفذة بالمشروع، وتصدر توصية فنية من هذه الجهة الفنية، جهاز الإشراف أو قسم الدراسات والتصاميم أو المهندس أو الفريق الفني الموجود في الموقع أو المنوط بدراسة الاقتراحات والأوامر التغييرية، ويصدر توصية إما بالرفض فيعتبر الموضوع انتهى، أو توصية بالموافقة ترفع لصاحب الصلاحية الذي يصدر قرار التغيير. بعض التغييرات بيكون لها تأثيرات سلبية قد تؤثر على المشاريع من ناحية تأثير سلبي بيؤدي إلى زيادة مدة المشروع، أو تأثير على يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع، أو تأثير يؤدي إلى زحف نطاق الأعمال في المشروع والتوسع في الأعمال. أيضا قد يكون هناك تأثير على جودة الأعمال المنفذة بالمشروع،
وبالتأكيد أي مشروع بيكون من الأفضل والأحسن لجميع الفرق العاملة فيه إنه يكون حجم التغييرات في المشروع بأقل ما يمكن، وإنه يكون المشروع جاهز للتنفيذ طبقا للدراسة المعدة للمشروع والمخططات التصميمية للمشروع، وإنه في هذه الحالة بيكون وجود أوامر تغييرية أو تأثيرات الأوامر التغييرية على العوامل المكونة للمشروع أقل بالتأكيد، وهذا الوضع بيكون الوضع المريح لجميع الأطراف العاملة في المشروع. لكن زي ما قلنا في اللقاء السابق إن أوامر التغيير أو التغييرات بشكل عام هي صفة لازمة للمشاريع، ولا يوجد على الإطلاق مشروع تم تنفيذه طبقا لما خطط له أو ما تم دراسته وطرح المشروع على أساسه. لكن في بعض العوامل لو الجهات اتخذتها من البداية هتقلل من فرص حدوث التغييرات وتقلل من التأثيرات السلبية للتغييرات على المشاريع الهندسية. أول هذه الإجراءات زيادة مشاركة الجهة المالكة واطلاعها على التصاميم بكل تفاصيلها وتوضيح الأفكار وطرح كافة متطلبات الجهة المالكة من المشروع في الفترة الأولى للمشروع، والتي يتم فيها إعداد الدراسة الفنية والتصميم وكراسة الشروط والمواصفات. الموضوع ده بيطرح لو المالك جهة مش فنية، يعني ليس لديها القدرة على أن هي تصيغ الأفكار الخاصة بها والحاجة من المشروع بشكل يمكن صياغته في كراسة الشروط والمواصفات أو في المخططات التصميمية والجداول الكميات وغير ذلك من وثائق المشروع. فيجب في هذه الحالة لتقليل فرصة حدوث تغييرات وتأثيرات هذه التغييرات سواء بزيادة التكلفة أو زيادة المدة، إن يكون للمالك اللي ليس لديه هذه الخبرة الفنية في المشاريع إن يكون عنده استشاريين فنيين وخبراء لاقتراح الأفكار المستقبلية والعمل على تخطيط للمشاريع بحيث تتكامل ويكون المشروع عند طرحه وتنفيذه متكامل مع باقي الأعمال التي يقوم بها المالك، وفرصة إحداث تغييرات تقل عند وجود طاقم فني مؤهل لدراسة حاجة المالك من المشاريع، وبالتالي يقل الحاجة لإجراء تعديلات سواء على المخططات أو المواصفات أو عوامل المشروع الأخرى. أيضا لتقليل تأثير التغييرات على المشاريع الهندسية، الاهتمام بإعداد دراسات متكاملة للمشاريع والحرص على تقليل النواقص قدر الإمكان، وأهمية معاينة المواقع على الطبيعة ودراسة الظروف الموقعية بشكل فني متكامل. يعني دي معظم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث نواقص. الاهتمام بالمعاينة الكاملة للموقع ومعرفة الحاجة الكاملة أيضا للمالك عند إعداد الدراسة بحيث لا يوجد حاجات تم إغفالها أو نواقص في المشروع، لو وجدت كانت هتحقق الفايدة المرجوة من قبل المالك في هذه المشاريع. وعند التنفيذ نفاجأ إنه العلاقات بين المكونات الموجودة في المشروع مش متكاملة، مش بالشكل السليم، مش على الترتيب أو مش بالترتيب المطلوب، يزيد في هذه الحالة بالتأكيد فرصة إحداث تغييرات. علشان كده إعداد الدراسات بشكل متكامل ووافي واشتراك المالك في الفترة الأولى من المشروع بمعرفته وتوضيح أفكاره والاستفادة من استشاريين فنيين موجودين عنده بيؤدي إلى تقليل فرصة ظهور التعديلات في المشاريع. أيضا من
أو التغييرات بتترتب على فشل المالك في اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، أو عدم قيام الفريق الفني الموجود في الموقع بدوره بشكل سليم، عدم اعتماد المواد، عدم التفتيش والاستلامات في الوقت المناسب، غير ذلك من الأعمال بتؤدي إلى إحداث تغييرات في المشاريع بشكل كبير. أيضا عدم وجود إجراءات إدارية واضحة في كراس الشروط أو لدى المالك أو الجهة المالكة لاعتماد التغييرات، وعدم وضوح مين صاحب الصلاحية في اقتراح التغيير، في التوصية بالتغيير، في إقرار التغيير. بالتأكيد عدم وجود هذه الإجراءات بشكل واضح أو عدم اعتمادها في الجهة أو المؤسسة التي تقوم بإنشاء المشروع لصالحها، عدم اعتماد إجراءات إدارية واضحة لاعتماد التغييرات قبل البدء بتنفيذ المشروع نفسه بيزيد من فرصة حدوث التغييرات والنزاعات والاختلافات نتيجة التغييرات. فلتقليل تأثير التغييرات السلبية على المشاريع، يجب في بداية المشروع وعند طرحه في كراس الشروط والمواصفات أن تكون هناك إجراءات إدارية واضحة للجميع لطريقة اقتراح والتوصية والتوجيه، ثم اعتماد التغييرات قبل البدء بتنفيذ المشروع نفسه. من الأمور المهمة في تقليل تأثير التغييرات والمطلوب دايماً للتغييرات إن هي تكون إيجابية وتزيد من فرصة نجاح المشروع وتضيف إليه قيم مضافة تزيد من فعالية المشروع ومن جودته ومن قيمته لدى صاحب العمل. بالتأكيد لتقليل تأثير التغييرات على عوامل المشروع وإحداث الفائدة المرجوة من التغييرات، يفضل بالتأكيد الاهتمام بتطبيق أساليب الجودة الشاملة كأساليب فعالة وأثبتت الدراسات والتجارب جودتها وأهميتها وفعاليتها لتحسين مستوى الجودة في تنفيذ الأعمال وتقليل العيوب والأخطاء والسيطرة على الوقت والتكلفة أثناء تنفيذ المشاريع مثل سيكس سيجما وغير ذلك من أساليب الجودة الشاملة التي يمكن استخدامها في تنفيذ المشاريع الهندسية، وبتساعد في تقليل التأثيرات السلبية للتغييرات على المشاريع الهندسية. أيضا من الأمور المهمة اللي بتساعد على تقليل التأثيرات السلبية لأوامر التغيير أو التغييرات، الاهتمام بالتحقق من كامل ظروف الموقع على الطبيعة. وبعض المشاريع نتيجة عدم الاهتمام بهذا الجانب وعدم إعطاء السايت سيرفي حقه في المعاينة والتحقق وتأكد من ظروف الموقع، تفاجأ في بعض المشاريع أن حجم التغييرات بتكون أكبر بكثير من ربما حجم المشروع نفسه. يمكن عرض علينا الزميل العزيز الدكتور إبراهيم أنه في بعض البنود تغيرت إلى بالزيادة إلى 400%، وبعض البنود النقص فيها كان شديد لأنه ما تمش التحقق بشكل وافي وكامل من ظروف الموقع على الطبيعة. وربما تظهر وظهرت في بعض المشاريع أن في عوائق موجودة في الطبيعة لم يتم الانتباه لها، أدت إلى إلغاء المشروع بالكامل، ودي مواقف يمكن تعرضنا لها، أو نقل المشروع لو هو تابع لجهة تقدر تغير الموقع الجغرافي للمشروع من مكان لمكان، أو استحداث بنود ذات تكلفة عالية وتستغرق مدة زمنية طويلة. كان ممكن تقليل هذه التغييرات وتأثيراتها على المشروع لو حدث نوع من الاهتمام بالتحقق من كامل ظروف الموقع على الطبيعة.
بالتأكيد بطريقة فنية. يعني مش ممكن إن أنت تطلب من المقاول إنه خلال زيارة للموقع لا تستغرق ساعة وإصدار مشهد زيارة أو شهادة معاينة على الطبيعة أيا كان المسمى المستخدم، إنه خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة يقدر يقف على كامل عناصر المشروع ويتعرف عليها بالشكل الكامل ويقدر يحط سعره بطريقة فنية، وإنه أصبح المعاينة بتاعته معاينة تامة نافية للجهالة حسب المصطلح المستخدم. بالتأكيد الموضوع محتاج اهتمام وتطبيق أكثر فنية وفائدة من هذا التطبيق. أيضا لتقليل تأثير التغييرات على المشاريع الهندسية، الاستعانة بالفرق ذات الخبرة الفنية والخبرة الإدارية طبقا لحاجة المشروع في أجهزة الإشراف الهندسي، لأن الفريق المشرف على العمل لو لديه الخبرة الفنية والإدارية الكافية أكيد بيساعد الطرفين الآخرين بشكل محايد وبشكل فني إن هم يقوموا بدورهم بالشكل المطلوب وينفذوا المشروع على الوجه الأمثل، وتقليل تأثير التغييرات إن حدثت في المشروع بحيث تكون التغييرات إيجابية ونافعة وليست تغييرات ضارة تؤثر على فرصة نجاح المشروع. من الأمور أيضا التي تساعد على تقليل تأثير التغييرات على المشاريع الهندسية إعطاء التقييم الفني للمقاولين المنفذين الجانب الأهم أو إعطاء الجانب الذي تستحقه من الأولوية، مما يعزز التعامل مع مقاولين ذوي خبرة فنية مناسبة لنوع المشروع المطلوب تنفيذه، مقاول على مستوى عالي لديه الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية، المعدات، التجهيزات، الآلات، الاستعداد، القدرة على اتخاذ قرار، التمويل الكافي للمشروع بحيث لا يتعثر المشروع خلال مدة تنفيذه بسبب يعني عدم مقدرة المقاول سواء فنيا أو ماليا لإنجاز الأعمال. كلما كان المقاول مؤهل ومناسب لتنفيذ المشروع كلما كان تأثير التغييرات على المشروع تأثير إيجابي وليس تأثيرا سلبيا، ويمثل الإضافة المرجوة من إحداث تغييرات في المشاريع. كده نكون تعرفنا على بعض المقترحات أو الآليات أو الإجراءات اللي لو تم الاهتمام بها وإضافتها ستكون التغييرات وإن كانت أساسية وطبيعية ومنطقية في المشاريع سيكون حدوثها من الظروف المحيطة بالموقع أو تفاصيل العمل أو الحاجة لإحداث تغييرات هيكون تأثيرها على تكلفة المشروع أو مدته الزمنية أو على نطاق أعماله أو على جودة الأعمال المنفذة تأثير إيجابي وإضافة وشيء يزيد من قيمة المشروع لدى صاحب العمل. لو اتخذ بعض هذه الإجراءات فاعذروني لو كان الطرح المتواصل مثل تغيير لدى حضراتكم، لكن نأمل أن يكون تغيير إيجابي وفي صالح المشروع وفي طريق تعظيم الفائدة من مشروع هذه الأطروحات واللقاءات اللي بينظمها الزملاء في بي اي ام عربيا، وهم إن شاء الله رب العالمين هيوضحوا لي طريقة النطق البيم يعني اللي احنا بنطلقها على النظام الرسم الهندسي، او هو اختصار طبعا للبي اي ام يعني مودلينج يعني،
وبرضه إن شاء الله في فترة النقاش المطروح أنا أتطرق لهذا الموضوع. أشكرهم وأعتد بحضراتكم عن هذا الانقطاع، لكن كانت فرصة بالتأكيد لحضراتكم التقاط الأنفاس يعني، وإحداث نوع من التغييرات الإيجابية في اللقاء والدور. الجزء الأخير من لقائنا ودورتنا حول إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، وهي الطرق المستخدمة لتقدير وتحليل تكلفة التغييرات أو المطالبات التي تستحق للمقاول عن تنفيذ التغييرات. في طرق كثيرة جدا للتقدير والتحليل تستخدم، وليس شرطا أن تستخدم طريقة محددة بالذات يعني لتقدير وتحليل تكلفة التغييرات، لكن من أهمية المكان أن يتم التوافق على هذه الطريقة. يعني المهم أن يكون الطريقة دي متفق عليها من جميع الأطراف، خصوصاً المالك والمقاول. فزي ما قلنا إنه التغييرات بتتم أحياناً تتم قبل التنفيذ أو قبل البدء بالتنفيذ بإقرارها على المخططات أو جداول الكميات. زي ما قلنا إن المقاول في عند استلامه للمشروع ومستندات المشروع بيقوم بعمل أول مناقلة للمشروع، وهذه المناقلة بيتم فيها مقارنة الكميات الموجودة في جدول الكميات مع الكميات الموجودة في المخططات التصميمية للمشروع قبل شروع بإعداد المخططات التنفيذية. وعند إعداد المخططات التنفيذية واعتمادها من صاحب الصلاحية وإقرارها بيكون هناك حاجة لعمل مناقلة أخرى طبقا للمخططات التنفيذية، وبتستمر مسيرة جداول الوفر والزيادة الكومباريزون شيت بين الكميات الموجودة في جدول كميات المشروع والكميات التي سيتم تنفيذها في المشروع عبر مسيرة المشروع ومع كل تغيير. يعني حتى لو كان التغيير ما بيترتبش عليه زيادة في التكلفة أو المدة، لكن التغيير اللي بيحدث مثلا زي تغيير الموقع أو اتجاهاته أو النقاط الخاصة به، زي ما اتكلمنا عن مشروع الاستاد المرة اللي فاتت مع الزميل اللي شاركنا في اللقاء السابق، فيجب توثيقه بنفس الآلية والطريقة اللي يتم بها توثيق جميع التغييرات وإقراره كأمر تغييري وإن لم يترتب عليه تكلفة أو مدة. الخلافات دائما تنشأ عند المطالبات، يعني تنشأ حول الطريقة التي يتم استخدامها في احتساب تكاليف التغييرات، لكن المعتاد دائما أو الفكرة الأساسية في إعداد المطالبات إنه بيتم حساب التكلفة بطريقة متوافق عليها وإضافة نسبة ربح معقولة للمقاول إضافة ل التكاليف الفعلية اللي يتحملها المقاول حتى يقوم بعمل التغييرات المطلوبة والتي صدر بها أمر التغيير. أول هذه الطرق وأفضلها وأدقها بالتأكيد الطريقة التفصيلية الديتيلد ميثود. الطريقة دي بيتم فيها حساب كل شيء، كل ما يمكن حسابه يتم في هذه الطريقة حسابه، بحيث يتم تقدير تكلفة الأعمال التغييرية بإضافة نسبة ربح معقولة حسب النسبة المتداولة بالسوق. بعض الأنظمة أو بعض الدول نتيجة
يعني انخفاض الضرائب فيها او الرسوم او غير ذلك، او اشتمال الدراسه في الطريقه التفصيليه لكل الرسوم والضرائب والمحملات على المقاول، بتتراوح النسبه في حدود 10% وبتزيد كلما كان هناك زياده في التكاليف الغير مباشره الغير مرتبطه بالمشروع اللي تمثل اعباء او محملات على المشروع، تضاف نسبه ربح معقوله للمقاول لتكلفه الاعمال التغييريه التي تم تحليلها وتحملها المقاول في تنفيذ الاعمال التغييريه. في هذه الطريقة بيتم تحليل جميع عناصر التكاليف، سواء كانت تكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشرة. التكاليف المباشرة حضراتكم عارفين إن هي بتتضمن المواد والعمالة والمعدات أو المقاولي الباطن إذا كان بيتم استخدام مقاولي باطن. أما التكاليف غير المباشرة فهي التكاليف التي تتضمن المحملات على المشروع زي الرسوم الإدارية، الضرائب، التأمينات، المكتب الرئيسي، الأجازات، التأمينات الاجتماعية، التأمينات الصحية، كل الرسوم والتكاليف الغير مباشرة يتم دراستها وتحليلها وإضافتها لتكاليف عملية التغيير، بالإضافة للتكاليف المباشرة اللي بتكون واضحة لفريق العمل. أيضا من النقاط اللي بيتم دراستها وبيتم إثارتها في الموضوع وهو تكلفة التغيير نفسه، يعني لو في تكلفة لإزالة جزء من الأعمال أو نقل شيء من مكانه أو تغيير شيء لإحداث التغيير يجب أن تضاف إلى عملية تحليل التكاليف المرتبطة بعملية التغيير. أيضا من الأمور التي يتم إثارتها وتكون محل خلاف تكلفة وقت التعطل ومن الطرف الذي يتحمل هذه التكلفة أو ما يطلق عليه الكوست أوف تايم، تكلفة عمل الوقت في معدات مؤجرة متوقفة بانتظار إقرار التغيير، في يعني استهلاكات موجودة، لا المالك الغرف عنده في الفندق مغلقة وما استفادش منها لإحداث تغييرات، والتغييرات دي مش ناتجة عن توجيه منه أو مش ناتجة بسبب المالك. فبالتالي هذه التكليفات المرتبطة بعامل الوقت يجب برضو أخذها بالاعتبار لتكون الدراسة كاملة ومتكاملة ووافية بحيث تدي كل دي حقه، وتعتبر الطريقة دي أوثق الطرق المستخدمة أو التي يتم استخدامها في تقدير وتحليل تكلفة التغييرات وإصدار الأوامر التغييرية بناء على هذه الدراسة التي تمت بالتفصيل لكل عناصر العملية التغييرية وكل التكاليف التي تصب في العملية التغييرية سواء كانت تكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشرة. بناء على الأفكار اللي يعني والخبرات اللي اكتسبها فرق العمل في المواقع ابتدوا يبسطوا هذه الطريقة ويختاروا منها طرق أسهل وأسرع من هذه الطريقة، وإن كانت هذه الطريقة هي أوثقهم فبيعمدوا إلى استخدام طرق أخرى بتكون أسرع في حساب تكلفة التغييرات وإقرار المطالبات الخاصة بالمقاول عن الأعمال التغييرية زي تكلفة اليونت برايس. لو الموضوع التغييري أو الأعمال التغييرية من نفس البنود الموجودة في كراس الشروط والمواصفات وجداول الكميات بيعمد فريق الدراسة إنه يستخدم السعر اللي موجود لنفس البند
في الكراس شروط وجداول الكميات يستخدمه لتقدير التكلفة التي نتجت عن أعمال التغيير. ودائما أعمال التغيير لا يتم دراستها فقط كتكلفة، إنما يعني على الجانب المالي، لكنها تستغرق تكلفة مادية وتكلفة زمنية أو وقت يعني. فبالتأكيد نحن نستخدم نفس الوحدة الموجودة في جدول الكميات، إذا كان البند حدث فيه زيادة أو نقص ده من أسرع الطرق، وإن كان ليس أوثقها، لأنه مش كل المقاولين عند وضعهم لأسعار البنود بيحطوا تكلفة البند طبقا لتكلفته الموضوعية، وده بيحدث على أساسه خلاف لما بتكون الدراسة الخاصة بالمقاول فيها نوع من الدقة والاهتمام، فبيبتدي يبص للبنود اللي ممكن تزيد كميتها ويرفع أسعارها، والبنود اللي تقل كميتها أو ستقل كميتها يقلل أسعارها، وبالتالي تكون الأسعار الموجودة عندنا في جداول الكميات البيل اوف كوانتيتي مش هي الأسعار المنطقية لهذه البنود، وبالتالي استخدامها في تحليل وتقدير تكلفة التغييرات بيكون شيء مش منطقي بالمرة. الطريقة الثانية في تقدير وتحليل تكلفة التغييرات، وزي ما قلت لحضراتكم إن هناك طرق عديدة وكثيرة تستخدم طبقا لخبرات وآليات وإجراءات اللي بيتبعها الفريق القائم على دراسة وتحليل تكلفة التغييرات وإصدار المطالبات أو إقرارها. لو ما فيش بند في جداول الكميات أحيانا نستخدم طريقة تسمى بطريقة التكاليف الفعلية والأكشوال كوستس. في حالة عدم وجود بند مناسب أو مشابه للبنود التي تم عمل التغيير فيها في جداول الكميات، بيستند المقاول عند تقديمه للمقترح أو عند حسابه للتكاليف على مشاريع سابقة هو قام بتنفيذها استخدم فيها نفس البنود، لكن هذه المشاريع يجب أن تكون موثقة، وهذه الطريقة المستخدمة في توثيق هذه الأعمال الاستناد عليها عند حساب التكاليف الفعلية لأن هي جاية من المقاول يجب أن تكون موثقة بطريقة يسهل تتبع بنود التكلفة المختلفة فيها. يبقى الحالة الثالثة إن المقاول يقدم سعر للبنود التي تم تغييرها واستحدثها في المشروع هو نفسه قام بتنفيذها في أعمال أخرى موثقة لدى جهات يمكن تتبع المشاريع فيها ومعرفة مصداقية هذه الدراسة ومصداقية هذه التكاليف المقدمة من قبل المقاول في المطالبة بتكلفة التغييرات. طيب لو المقاول نفسه ما نفذش مثل هذه التغييرات، من حق المالك انه يعمل العكس، ان المالك في التكاليف المنطقيه انه ريزونبل كوستس بتعتمد هذه الطريقه على احتساب تكلفه الاعمال التغييريه على اعمال مشابهه تم تنفيذها من قبل مقاولين اخرين او اصحاب خبره في مجال هذه الاعمال لصالح المالك ضمن وضع تنافسي وبيئة عمل صحية مشابهة للبيئة التي يعمل بها المقاول الحالي، أو ممكن أن المالك يرجع لجهات أخرى نفذت مثل هذه الأعمال موثوقة بالنسبة له ويقدر يعتمد الأسعار بناء على الأسعار التي تم تنفيذ هذه الأعمال لدى هذه الجهات، وتم تنفيذ الأعمال بواسطة مقاولين آخرين. الفرق بين طريقتين التكاليف الفعلية والتكاليف المنطقية
الطريقه التكاليف الفعليه، المقاول نفذ هذه الاعمال لصالح جهه اخرى يمكن الوثوق بها بمستندات المقدمه من قبل المقاول وتتبع التكاليف في هذه الاعمال بطريقه واضحه للمالك والفريق الهندسي. طريقه التكاليف المنطقيه ان المالك قام بتنفيذ مثل هذه الأعمال بواسطة مقاولين آخرين أو جهة موثوقة لدى المالك نفذت مثل هذه الأعمال التغييرية بواسطة مقاولين آخرين في نفس الظروف التي يتم تنفيذ الأعمال بها من قبل مقاول صاحب المطالبة. وهذه الطريقة هي طريقة التكاليف المنطقية. طيب، جميع هذه الوسائل فشلت في الوصول لتحليل منطقي وتقدير مقبول من جميع الأطراف لتكلفة التغييرات التي تم استحداثها في المشروع. في طريقة خمسة وننهي بها الموضوع المطالبات وننهي بها العرض للمادة العلمية للقاء. هذه الطريقة هي طريقة التقديرات الهندسية، بيتم تقدير هذه الطريقة التكاليف في هذه الطريقة بواسطة طرف محايد، طرف ثالث خبير في ثيرد بارتي، خبير في نفس مجال الأعمال التغييرية أو الإضافية المطالب بها. تنبع أهمية هذه الطريقة من كون الخبير محايد، وبالتالي تقديره للتكاليف يعتمد على دراسة السوق وما هو منصف للأطراف قيد الخلاف. ممكن طبعاً يلجأ أطراف المشروع للطرف الثالث دون لجوء لتحكيم، يعني ليس شرطاً أن يكون موضوع تحكيمي، ولكن عند تقدير وتحليل تكلفة التغييرات يعني فريق العمل في المشروع لم تكن لديه القدرة الفنية أو الجاهزية لتحليل ودراسة التكاليف بشكل تفصيلي، نجيب كل التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة ويطلع بنتيجة منطقية مقبولة من جميع الأطراف بإضافة نسبة ربح منطقية للمقاول. الاستخدام البنود المشابهة في جدول الكميات لم يكن منطقياً، وإنه الأسعار في جدول الكميات مش معبرة عن القيمة الحقيقية للأعمال اللي تم التغيير فيها بنفس البنود في جداول الكميات. لو كانت متشابهة خير وبركة ومنطقية يبقى شيء طيب، لكن لو ما كانتش منطقية وفي نوع من الدراسة الخاصة بالمقاول حدث فيها نوع من تحميل بعض البنود على البعض الآخر، من حق المقاول أن يقدم مطالبة أو دراسة أو تحليل للأعمال التغييرية طبقاً لأعمال هو قدمها سابقاً أو نفذها سابقاً لدى جهات يستطيع المالك للمشروع الحالي أنه يستوثق منها ويتتبع تكلفتها بشكل دقيق. لو الموضوع ده غير موجود يمكن للمالك أن يقترح قيمة لتكلفة التغيير طبقاً لمشاريع قام بتنفيذها هو شخصياً أو جهات أخرى يثق فيها وتمثل له مرجعية، نفذ نفس البنود التغييرية ويعتمد هذه الأسعار كأسعار للبنود التغييرية. لو فشلت هذه الطرق جميعاً في الوصول لتحليل منطقي ومقبول لتكلفة التغيير يتم اللجوء لعملية أو طريقة التقديرات الهندسية الانجينيرينج استيميتس، وتقدر التكاليف في هذه الطريقة بواسطة طرف ثالث متخصص ولو خبرة في نفس مجال الأعمال. الطريقة دي بالتأكيد مريحة، لكن بالتأكيد تستغرق وقت وتعوز آلية ما لتوفير هذا الطرف المحايد اللي له الخبرة الفنية في مجال الأعمال
واللي يقدر انه يقدم تقدير وتحليل لتكلفة التغييرات مقبول لجميع الأطراف، وعنده خبرة كافية بحالة السوق ويقدم عرض أو تحليل للتكلفة بطريقة منصفة للجميع. بهذا الجزء الخاص بالمطالبات نكون أنهينا الجزء الثاني من دورة إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. أشكر لكم حرصكم وتواجدكم وتفاعلكم، ويسعدني دايما أني أكون معاكم، ويشرفني دايما التواصل معاكم عبر وسائل التواصل المختلفة في الإيميل أمام حضراتكم، على الواتساب كتبناه في الشات، أو على القناة الخاصة بينا في اليوتيوب، أو على صفحتي على لينكد إن، أو على قناة التليجرام الاحترافية والتميز. يشرفني دائما أن أكون معاكم، وأتمنى أن أكون أضفت شيء لخبرات حضراتكم، وأنتظر تدخلكم وتواصلكم والفايدة التي ستضيفونها والتغيير اللي ستحدثونه إن شاء الله من خلال فترة النقاش المفتوح. وعلى الرحب والسعة، وانتظر من أخويا المنسق إنه يتفضل يوزع على حضراتكم الميكروفونات. وأهلا وسهلا بكم، أي إضافة أو تعديل أو حذف يحقق فايدة الموضوع من الموضوع اللي طرحناه خلال اليومين المخصصين لإدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. وعلى الرحب والسعة، أهلا وسهلا بحضرتك. جزاكم الله كل خير وشكرا سعيد، ألف شكر لحضرتك. دكتور أحمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حيا الله دكتور أحمد. الله يخليك، بنشكر حضرتك طبعا على المحاضرة الجميلة ديت، الجزء الأول والجزء الثاني. الحقيقة أنا كان عندي استفسار بعد إذن حضرتك، هل الصوت واصل كده سيادتك؟ أه يا فندم، أه يا فندم، أسمعك، اتفضل يا فندم. هل يعني في ريفرنس إنه يبقى في ستاندر للبروسيدير اللي أنا أرجع لها كمقاول أمشي على خطواتها، وأقدر أخاطب بيها المالك اللي أنا شغال معاه علشان أقدم له التشينج أوردر اللي حصل في المشروع، بحيث حضرتك عارف اغلب الاعمال دايما بيبقى فيها يعني نوع من المماطله ما بين المالك ان هو يدي المقاول حقه نتيجه للتشنج اوردر. تمام، هو كلام حضرتك واضح، لكن احنا قلنا انه معظم الانظمه بالاساس اللي يتم طرح المشاريع عليها، القانون اللي بيطرح عليه المشاريع بيحدد صلاحية التغييرات وحجمها ونسبتها وطريقة التعامل معها. ده الجزء الأول من الإجراءات. الجزء الثاني، لو حضرتك بتتكلم على طريقة إدارة التغييرات، فبيكون في العقد طريقة موثقة ومرجعيتها برضو القانون أو النظام حسب البلد اللي انت شغال فيه اصطلاحا، يعني بيكون فيها طريقه اقرار التغييرات والتعامل معاها. نيجي للجزء المهم واللي انا حاسس ان حضرتك بتسال عنه، وهو حساب التكلفه. للاسف ما فيش مرجعيه يعني لحساب التكاليف المترتبه على الاوامر التغييريه، وانما هي عمليه اتفاقيه. لكن بالتأكيد لو طرف لم يحصل من الـ 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 يعني ما لم يحصل حقه في تكاليف التغييرات، من حقه أن يعترض عليها من البداية، يعني من ساعة إقرارها أو إصدار الأمر التغيير بها، ويعترض وما ينفذش الأمر التغييري. ده متاح. الحياة الثانية أنه يعني الحاجة الثانية إنه من حقه إنه يقدم دراسة من طرفه، هو يقول والله التكاليف بشكل تفصيلي أدق بهذا الشكل.
الحاله الثالثه والاخيره اللجوء لطرف محايد سواء كان عن طريق التحكيم او غيره لاقرار القيمه او الاتفاق على قيمه التغييرات. مظبوط كده يا دكتور؟ تمام يا فندم، تمام، شكرا جزيلا لوقت حضرتك، وأسف للإطالة ولو خدت من لا وقت لا اهلا الزملاء. يعني وسهلا، شرفت بيك وعلى الرحب والسعه وشرفني دايما التواصل مع حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. في باشمهندس محمد الباز عنده سؤال، هل الفيدك بيوصي بطريقة معينة لتقدير تكلفة التغيرات؟ حياك الله يا باشمهندس محمد وشرفني حضورك وانا وسهلا بيك، لكن يا جماعه يعني تقدير التكلفة له طرق مختلفة، يعني في حدود علمي ما فيش نص محدد لطريقة إقرار التكلفة. هتلاقي لو حضرتك رجعت المذكرة اللي أرفقناها باللقاء السابق هتلاقي في أكتر من الطرق اللي عرضناها في المحاضرة أو في اللقاء، لكن الطرق دايما هي طرق اتفاقية، يعني الطريقة اللي هيتفق عليها المقاول والمالك والفريق المختص بدراسة تكلفة التغييرات. فطرق ليس هناك طريقة محددة أو منصوص عليها نصا باستخدام هذه الطريقة لإقرار التغييرات. الفيدك بس اتكلم في موضوع التعديلات والتغييرات إن هي تكون تحدث فائدة إيجابية للمشروع، تعدل من تسرع من معدلات الأداء فيه، تحقق فائدة إضافة ومنفعة لصاحب العمل، تزيد من جودة الأعمال. يمكن حضرتك تقدر ترجع للبند الفصل 13 في الريد بوك، فيدك ريد بوك مختص بالكونستراكشن، بيتكلم عن في ترجمته العربية بيتكلم عن التعديلات والتغييرات، مين صاحب الصلاحية وطريقة كذا، لكن طريقة محددة لتقدير تكلفة التغييرات يعني مش موجودة. بالتأكيد الطريقة التفصيلية هي الطريقة اللي ليس معها نقاش، يعني والله دي التكلفة المباشرة الداخلة في الموضوع، العمالة والمواد والمعدات، دي التكاليف المباشرة ودي التكاليف الغير مباشرة الموجودة في الأعمال التغييرية، التأمينات، الضرائب، الرسوم، إيجارات المكاتب، أجازات الموظفين، غير ذلك من التكاليف غير المباشرة اللي بتصب في المشروع. بالتأكيد هذه الطريقة هي الطريقة المنطقية اللي يعني يجمع عليها الجميع، لكن الطرق الأخرى هي طرق لتبسيط الطريقة التفصيلية اللي بيتم من خلالها تحليل كل التكاليف، وبناء عليه أعتقد إنه تحليل التكاليف بطريقة مفصلة هي الطريقة المعتمدة أو الأصلية أو المرجعية لدراسة وتحليل وتقدير المطالبات الخاصة بالأعمال التقديرية. كل الطرق الأخرى هي طرق يعني تبسط الموضوع، تسهله وتعدل من إنجازه، لكن بالتأكيد الطريقة دي هي الطريقة الأصلية في تقدير التكاليف. لكن نصاً ما أعتقدش إن يعني ما قابلتش نص ينص على اعتماد تقدير التكلفة التغييرات بالطريقة المعينة باسم معين. تفضل. تمام يا دكتور، حضرتكم كله خير. في أي حد عنده أي أسئلة؟ في حد عنده أسئلة في موضوع المحاضرة؟ تمام يا أستاذ، معلش طولنا عليك بس الحمد لله مفيش أسئلة، ولو في اي حد عنده اسئله يقدر يتواصل مع حضرتك زي ما هتقول على انشره لينكد ان دايما، او لكن فيسبوك. انا يهمني اسمع الباشمهندس حسين الراضي، يعني مش ممكن يعني اه نقول موجود. معاه بدون ما نسمعه، ففضلا لا امرا يشرفني ان انا اسمع تحت امرك يا فندم. الله يكرمك، انا بسعد لما هو اسمع صوت حضرتك. حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا رايك بيك. في موضوع، رايك في موضوع تكلفه حضرتك ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا بحاول أعمل مداخلة، لكن الواقع إن في مشكلة عندي الظاهر في رفع اليد أو في جامش أو في تشات أو حاجة، يعني فمش لا عارف. لا، حضرتك كو هوست، حضرتك كو هوست فتقدر تفتح المايك على طول. أفندم؟ حضرتك كو هوست فتقدر تفتح المايك على طول، مش محتاج معقول؟ رسالة.
طب مش تقولوا لنا من بدري يا باشمهندس؟ ماشي يا باشمهندس، معلش هو انا يعني استحملني شويه. لا لا تحت امرك. الحقيقه يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي دي، المشروع اللي فيه كل التغييرات دي قبلها والاخرها، واللي فيه كل هذا الكلام وهذا الجدل وهذا المناقشات، ده مشروع ما ندرسش اصلا. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت، واي مشروع فيه هذا الكم من اللا وضوح ومن اللا تحديد من اوله، يا ريت اي مقاول عنده هذا الكلام ومش عايز اقول، وممكن قبل ما يمضي عقده او يوقع عقده يعمل دراسه مظبوطه ويدخل بيها. خلاص ده بالنسبه للايه، لان مش لان انت لو هنقعد في مشروع كل شويه في تغيير بهذا الشكل، الموضوع المشروع ده حصل قطعا. المشروعات انت عارف في مشروعات بتمتد بقى بالسنين، يعني بتبقى مدته سنتين، بيقعد 10 و12 و15، ومش بستثني دوله عربيه عن دوله، ومش بستثني مصر من الموضوع ده. اللي انا عايز اقول لحضرتك حاجه معينه حصلت معانا براكتيكالي. احنا في 99 2000 كنا بنشتغل في شركه مقاولات، عم بنقول ذكر اسماء، عم بنعمل اعلانات لحد، وكنا داخلين ناخد شغل من شركه فرنسيه هنا في اسكندريه. تمام؟ فالعقد من اجمل العقود اللي انا يعني ايه طبقتها في حياتي. احنا لما بنحط الاسعار بنحط اسعارنا زي 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 المؤسسه بالظبط. وبعدين بينطلب مننا حاجه ثانيه، انك بتحط الاسعار بتاعت كل حاجه. المهندس بتاعك اللي عندك بياخد كام؟ النجار المسلح مساعد النجار، الحداد مساعد الحداد، الفرماجي كان زي ما كان احنا ايامها كان لسه برضه ايه، كنا ممكن نشتغل بالخلاطات في المواقع. يعني كل الاساسيات الاسعار اللي هي ممكن في اي تغيير ما يبقاش في خلاف على اي حاجه خالص، وبنحطها هو ملوش دعوه. يعني انا بقول مثلا المهندس مثلا بديله مثلا 20,000 جنيه، بس انا بديله مثلا 10، وال10 الثانيه دي بين مصاريفه وبين الكلام ده من الاول لاخر. فهي دي انا الحقيقه بناء على خبره وعن تجربه، انا مش بنصح حد، يعني الناس كلها طبعا فاهمه وعارفه ان اي مشروع يتحط فيه هذا الكلام. الحقيقه انا اول مره اقترح هذا الاقتراح على العلن، انا عمري ما قلته، بس انا بقوله عن خبره وعن تجربه. وهذا المشروع مشي فيري سموث وحصل وكان كويس وكان زي الفل، لان المواضيع اللي انا بتكلم عليها دي كان من اخرها. معلش انا مش هتجاوز ومش هتكلم في حد، دي بتفتح ابواب فساد لا نهائيه لا نهائيه. يعني انا كنت اونر في جهه ما في جهه ما في مصر، مش عايز اسمي حاجه علشان يعني ما لحد يفتكر ان انا بسيء لحد ولا حاجه، لان انا يعني ايه بعرف ازاي. كانت فرصه المقاول للكسب الجميل الفاريشنز دي، فيفرح قوي. لان انت ما بتيجي تعمل، اما لو انا ابقى مقاول وعندي بند جديد، يا سلام، الشيء والشيء لزوم الشيء والشيء لزوم الشيء، والحاجه اللي حجمها 50 بتبقى ب 100 على طول. فدي ده وضع طبيعي، ومحدش بيقدر ان هو حتى الكلاينت اللي هو القوي جدا والاستشاري القوي جدا ما بيقدرش يعمل حاجه مع المقاول ده، على غير الناس ما هيفهم، لان مشروع هيقف هيخش مشكله، مشروع مش هيخلص. ادي واحده. الحاجه الثانيه بتدي فرصه لاي حد مش يعني بيرضى او بيقبل باي مكسب غير شرعي ان هو يوافق ويعمل حاجات مع احد الاطراف، يعني سواء مقاول استشاري مالك. ف يعني انا طبعا يعني لو سمحتوا لي ان انا اقول ان المفروض اي مشروع من اوله خالص كل حاجه تبقى فيه محدده بما فيها البنود، اللي لو طلع اي تغيير انا عندي العناصر بتاعت التغيير اهي، وانا بحط الاوفر هيد بتاعي في الاخر 25 30% احط زي ما احطه، ودي بتبقى احد عناصر تقييم المقاول. انا بقول الكلام ده عن تجربه، او مش بقوله عن مثلا قراءه او دراسه او الى اخره. ف
طبعا انا بشكر حضرتك، انت عملت مجهود كبير جدا 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 جدا، واضح ان المشاكل اللي عدت على حضرتك في خلال حياتك يعني في الفتره اللي فاتت يعني ما كلنا عدى علينا هذا الكلام، كلنا عدى علينا، كلنا عدى علينا، بس حضرتك يعني ايه من وجعتك في الشغل بالشكل ده عايز تخلي الناس ما ايه ما تقعش بيه او بتديهم الحلول اللي عديت عليها. ف يعني شاكر جدا يعني على يعني على المحاضره الجميله دي. وبس هو يعني بس يعني بارجو بس الساده المهندسين اللي بيسمعونا ان هم ما ايه ما يحطوش في دماغهم ان ده عادي في اي مشروع، المشروع اللي يتدخل فيه والابيات الشكل يعرف ان المشروع ده تكلفته هتزيد، مدته هتزيد، الكواليتي بتاعته يعني مش هينجح كنجاح مشروع. ومن الافضل ان من الاول خالص لو انا مقاول اعمل دراستي كامله بالكامل 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 واقدمها ونقعد مع بعض كده يعني وين وين سيتويشن ونتفق مع بعض على اي حاجه. ده اقتراح. الاقتراح الثاني بالنسبه للفاريشنز اللي هي بند جديد، بند جديد هو مكون من ايه؟ ما هو الثلاث اليمنتس، ما باور ماتيريال ماشينري، مش كده؟ فانا اما احط انا المبدا بتاعي ده انا بحط ساعه اللودر بكام؟ واخد بالك ازاي؟ وساعه المهندس بكام؟ وكل واحد من دول بكام؟ بحيث ان اي فاريشن يحصل البريك داون هو واضح متفق عليه من الاول خالص، ومحطوط انا المارك اب بتاعي او الاوفر هيد بتاعي كذا، ما بيبقاش اي خلافات بقى. انما حضرتك يعني الواضح انك اتعذبت لان انت اربع خمس حلول هو واخد بالك ازاي؟ فانا شاكر جدا يعني على 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 سماحك لينا بان احنا نتدخل ونتكلم مع حضرتك، لان انا فعلا كنت عمال بدور بقالي اكثر من 10 دقائق ادخل ازاي مش عارف، واضح ان انا عندي مشكله يعني. وشاكر جدا وبالتوفيق، مشكورك جدا جدا على المحاضره الجميله دي، ويعني اتمنى ان احنا كلنا نخلي بالنا وما نقعش في الحاجات الكتير دي كلها من الخيره. وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا فندم. شكرا لحضرتك المداخله الجميله دي يا باشمهندس، اللقاءات الجميله دي الحقيقه يعني اساتذتنا وزمايلنا وابنائنا اللي موجودين مع بعض. وشكر جدا يا فندم واي اوامر حضرتك يعني. واسمع راي حضرتك برضه، هل الكلام ده افيلبل؟ يعني الكلام ده واحنا بنستفيد من حضرتك، بس انا حبيت برضه يعني نستفيد من مداخله حضرتك. عاوزين نقول انه اللي احنا عرضناه مش حاله كيس ستادي، يعني مش مشروع واحد تجمعت فيه كل هذه الامور، انما هي زي ما حضرتك بتقول كده هي تجربه السنين. انت ممكن تقابل هذه الحاله او هذه الحاله او هذه الحاله، تستخدم هذه الطريقه في حساب التكلفه، او تستخدم هذه الطريقه او تستخدم هذه الطريقه. بالتاكيد الطريقه الصحيحه والفنيه هي الطريقه التفصيليه ديتيلد ميثود، ان انت تحسب كل شيء. لكن احيانا بيكون من الصعوبه المكان ان الناس توصل لحساب منطقي مقبول من الجميع، فبتستخدم بعض الطرق الاخرى ربما للاستسهال او لتسريع العمليه او للانجاز لو عنده البند موجود وقيمته منطقيه، لو عنده نفس الشغل يقدر ينفذه بواسطه مقاول اخر، لو عنده نفس الاعمال نفذها لدى جهه اخرى. يعني طرحنا الطروحات اللي ممكن يتم التبادل بينها ولا تجتمع، يعني مش ممكن نستخدم كل الطرق في مشروع واحد. لكن المقصود من الموضوع اللي طرحناه وحضراتكم يعني حضراتكم شرفتوني فيه على مدار اللقاءين، انه التغييرات ده شيء منطقي وشيء معقول ومتوقع في كل المشاريع الهندسيه، فلازم يكون هناك آلية أو إدارة أو طريقة أو إجراءات لإدارة التغييرات بطريقة تخليها عامل إيجابي في المشاريع وليس عاملا سلبيا. الطريقة دي هي اللي بالضبط نتكلم عليها، إنه إدارة التغييرات. الظروف اللي يعني الواحد بيشرحها ممكن يكون كذا او كذا او كذا يحدث، ده مش معناه ان هم اجتمعوا في مشروع واحد، لكن في مشروع يحدث فيه هذا الظرف ما يتمش دراسته بالشكل الدقيق والفني والكامل، تطلع دراسه ناقصه. في مشروع يحدث فيه انه التغييرات مثلا في التشريعات والانظمه والقوانين تحدث هو في فتره التشغيل، فيضطر انه يعدل بهذه الطريقه.
في مشروع المالك عنده ظروف معينه اثرت على محفظته الماليه، انه مضطر انه يحدث تغيرات في المشروع نتيجه تغيرات ماليه حدثت له في مشروع اخر. فالامور بنحاول يعني الزملاء الاكارم اللي وفروا لنا هذا اللقاء وهذه المنصه انه نعطي الفكره كامله والحالات المختلفه بشكل كامل، لكن اجتماعها مع بعض في مشروع واحد يعتبر وضع كارثي ومش هو ده اللي احنا كنا بنطرحه. لكن بنطرح على الزملاء الاكارم اللي حضروا معانا انه ممكن يكون في مشروع ظروفه كذا والاخر يحدث فيه ظرف مختلف والتالت يكون فيه ظرف اخر، في الحاله دي بنتعامل معاه بالشكل ده والحاله دي كذا والحاله دي كذا، لكن الاجتماع يعني بالتاكيد مش هو اللي كان مطروح، لكن الحالات المختلفه وطريقه التعامل معاها وتاثيرها واختلاف تاثيرها من حيث تاثيرها على التكلفه او على الوقت او على النطاق او على الجوده بيختلف من بند لبند ومن مشروع لمشروع ومن مقاول لمقاول ومن مالك لمالك من جهه لجهه. فاحنا ما كناش بنطرح حاله محدده مجتمعه فيها كل العوامل السلبيه للتغييرات، ربما في عوامل لو تحريناها تكون التغييرات ايجابيه وتصب في صالح المشروع، تزيد الفعاليه للمشروع، تزيد القيمه للمشروع عند صاحب العمل او المالك، في تغييرات بتكون منطقيه واضافتها بتكون مهمه وبتساعد على نجاح المشروع. لكن دايما الناس بتبص للتغييرات من المنظور السلبي او الانتهازي، يعني المالك بيعتقد ان حدوث تغيير في المشروع هيأثر عليه ويزيد في التكلفه ويطيل الوقت، بينما المقاول ينظر للتغييرات على انها باب ريسك ومدخل لإضافة مكسب من خلال المشروع بطرق ربما ما تكونش منطقية أو مقبولة أو مباشرة أو شفافة. فده اللي احنا كنا بنحاول نعرضه على الزملاء، وربما الحالات يعني بتتكرر وبتحصل وبنشوفها وعشناها وعشنا معاها، وربما يعني ده المقصود بالظبط ان احنا نستفيد من خبرات حضراتكم ونضيف برضو من مما نملك من بعض الخبرات لحضراتكم في طرق الفهم والمعرفة والإدارة للتغييرات. أتمنى أنه يكون يعني وجهة النظر دي واضحة لحضراتكم، وأتمنى لكم دايما التوفيق، وأنتظر لو في أي إضافة أو تعديل أو حذف أو تغيير من الزملاء الحاضرين معنا، وأهلا وسهلا بكم. الله يكرمك باشمهندس سعد التوفيق استاذ. باشمهندس حسين لو عند حضرتك مداخلة. نبدأ بالمهندس علي وبعدين المهندس حسين نختم بيه يعني. لا أبدا يعني أنا كتأخركم يعني، بس أنا بقول بس يعني زي ما بنتكلم دايما على بيبقى احيانا بيبقى الحلول موجوده واضحه وعدت علينا، لكن ناس كتير ما بيبقاش عدى عليها ذكاء. انا بقول حضرتك على تجربه وتجربه شخصيه وحصلت معانا، ويعني ايه، وفي مشروعات كتيره جدا انا مش ببالغ ما حصلش فيها تغيير واحد. يعني لما يبقى الاستشاري عامل شغل كويس ومظبط ما في التغيير، التغييرات بتبقى مش طفيفه دون طفيفه، لان احنا حتى لما بنتكلم حتى في دراسه المشروع على بعض من اول ما هو فكره بيبقى في اول التقريب بيبقى 25 30% في الاول خالص، هذا طبعا استاذنا وعارف، بيفضل التقريب يصغر 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 لغايه ساعه ما تطلع البي او كيو بقى التقريب اللي فاضل عندك لا يزيد عن 10%. دخلت وتقدمت العطاءات بقى الحد الاقصى للتغيير مش اكثر من 5%. لو الكلام ماشي مدروس مظبوط، يعني الدراسات كلها معموله صح، التصميم معمول صح على الاماكن الصح، البروكيورمنت او التعاقدات كانت صح، اقصى حاجه 5% اقصى حاجه النون او انفورسين او اي حاجه. انما لما بيبقى في تغيير بقى نتيجه مثلا فاليو انجينيرنج او نتيجه اي حاجه، ده بيبقى برضه المفروض يتنص عليه في العقد لو هم عايزين يعملوه، ان الحق يقل المقاول ان هو يعمل مثلا فاليو انجينيرنج او اي حاجه، واي ريدكشن في الكوست يبقى مثلا بنسبه قد كده للمقاول، نسبه قد كده للمالك يعني. فده بتبقى التغييرات البوزيتيف بقى
واخد بال حضرتك ازاي؟ انما يعني التراك ده، وانا اقول هذا برضو عن تجربه مش عن كلام، يعني ايه زي ما حضرتك كده يعني ايه، يعني ان في وقابلنا كتير من هذا الكلام. انما لما بيبقى الحاجه مدروسه فعلا، انا بقول لحضرتك على وقائع، وفي الغالب بيبقى الاستشاري ما بيعرفش يتكلم عربي في الغالب، بيبقى عامل الدور اللي عليه تماما، وبيبقى الملك عربي بس يعني ايه عارف ياخد منه شغله مظبوط، ياخد منه حقه مظبوط. وانا شاكر جدا طبعا على يعني تتيح لنا الفرصه الجميله دي نتناقش مع حضرتك، مع استاذيتك يعني وخبرتك يعني، ربنا اهلا وسهلا، احنا المتشرف بيك يا باشمهندس حسين. يا اهلا ومرحبا يا فندم، الله يكرمك. الله واي يبارك. اوامر حضرتك برضه انا في انتظارك اي وقت، ايميلي تسلم عند تسلم حضرتك وتليفوناتي وانا يا تحت رب. امرك اي وقت اي وقت. وبنشكر باشمهندس عمر برضه، وبنشكر الناس كلها، وربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. شكرا يا ألف فندم. شكر حضرتك أستاذ. الله يكرمك أستاذ. باشمهندس سعد اتفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. بنشكر حضرتك يا باشمهندس وليد على المحاضرة الجميلة ديت، وعلى إتاحة الفرصة، وعلى صبرك، وعلى يعني العلم الغزير وتواضعك الجم يعني. ربنا يبارك فيك، منكم نتعلم يا فندم، جزاكم الله خير. المهندس عادل توفيق، شركة المقاولين العرب القاهرة. يا اهلا وسهلا، شرف لينا يا باشمهندس عادل. انا بس بعلق تعليق بسيط في الاول على استاذنا الفاضل المهندس حسين القاضي. هو بيتكلم من وجهة نظر المالك، ويمكن حضرتك بتتكلم اكتر من وجهة نظر المقاول، والمقاول دايما بيبقى هو الطرف الضعيف في موضوع الفاريشن اوردر ده. يعني وبقول بستاذن المهندس حسين لما بيكون في السوبر ستراكشر بيبقى فعلا نسبة الفاريشن المفروض تقل، بيبقى كل ما فيش انونز كتير. اما بالنسبه للانفراستراكشر الاعمال اللي هي تحت الارض زي الانفاق والديافرام وول والخوازيق والاجزاء اللي تحت الارض كلها بتبقى فيها انونز كتير. القانون المصري حسم النقطه ديت، وقال ان الفاريشن يكون في ضروره فنيه، لازم الاول الاستشاري من حيث المبدا يقر ان البند اللي استجد ده له ضرورة فنية، من غيرها مش هينفع، لا يستقيم المشروع. يعني يمكن على سبيل المثال يعني حصلت معانا، يعني طبعا المقاول هو ما بيجي ينشئ منشأ زي كوبري، الكوبري ده بيبدأ هو بالخوازيق، هو في أثناء دراسة العطاء لا يمكن هيعمل جسة عند كل محور، يعني دي استحالة. هو بيعمل إيه؟ جسات تأكيدية كعدد محدود عشان يقدر إيه ياخد فكرة عن التربة. وإحنا بدأنا شغل خوازيق لقينا في محاور كتير أو التربة فيها شديدة العدوانية، يعني خطر إن أنا أعمل الخوازيق في وسط هذه التربة، ممكن هيبقى في ضرر إنشائي على الخرسانة بتاعت الخوازيق وعلى الخوازيق نفسها وعلى سلامة الكوبري، سلامة المنشأ. فكان لازم احفر بقطر اكبر من قطر الخازوق، واحط واعمل ارض من الاول بتربه صالحه، وبعدين احفر الخازوق نفسه بقى في هذه التربه بالقطر اللي ايه المظبوط. يعني بعمل حاجه اسمها عزل حوالين الوسط الميديا بتاعه الخازوق، ان انا احط له تربه غير عدوانيه. طبعا لما رفعنا هذا الامر للمالك خد وقت طويل جدا عشان يبت، وانا عندي مكنه الخوازيق، مكن عده مكنات من الخوازيق موجودين في الموقع، هل هقعد استنى لما العميل شهرين ثلاثه على ما يدرس؟ يعني طبعا بيبقى المقاول هنا مظلوم، ان هو المكنه زي ما حضرتك قلت كوست اوف تايم، المكنه بتعد عليه ايجارات والمولدات والاناره، وغير بقى الايه الفيكسد كوست الموجوده عنده المهندسين والاستراحات والكرفانات والسيارات اللي بتجيبهم، كل دي تكلفه عماله تعد على المقاول، والمقاول قاعد منتظر ان العميل يقر ان التربه دي فعلا عدوانيه، ويراجع الجسات الجديده اللي اتعملت عشان يقول له اعمل بند عزل خوازيق ولا ما تعملش. واضطرينا نعمل بند عزل خوازيق قبل ايه؟ قبل الموافقه، لان انا بخسر اكتر، لان عندنا صعب قوي انه يدي لك كوست اوف تايم، هو بيدي لك يا دوبك الايه
الدراي كوست بتاعت الخوازيق او البند العزل اللي انت هتعمله ده. فاضطرينا نشتغل قبل ايه صدور اللي هو الـ الامر التغيير رسميا، لان احنا واثقين ان هو ايه هيطلع، بس طلع بعدها بثلاث اربع شهور. طبعا لو احنا كنا انتظرنا الثلاث اربع شهور دولت ما كناش هناخد التكلفه. فهنا يا باشمهندس حسين بيبقى المقاول في الحاله دي في موقف ضعيف وفي موقف مظلوم، وبيخسر بسبب تاخر المالك في اتخاذ مثل هذه القرارات. لكن احنا لازم ايه، زي انا مع المهندس وليد، فعلا المشاريع اللي فيها شغل انفراستراكشر كتير نسبه الفاريشن فيها كتير جدا، لان انت لا يمكن ان انت ايه تتوقع كل الظروف المحيطه بالموقع بطبيعه الموقع، و لا يمكن تتوقع نوعيه المياه الجوفيه، نوعيه في بند بقى في العقود كلها بيكتب يا باشمهندس حسين بيقول ايه، وان وقام المقاول بمعاينه الموقع المعاينه النافيه للجهاله. للاسف كل الاونرز بيعتمدوا على هذه الملاحظه، يقول للمقاول لا مالكش حق، مش انت عينت الموقع المعاينه النافيه للجهاله، يبقى كان المفروض تتحسب لاي حاجه وتتوقع. طب هو هيتوقع ازاي؟ هل هيعمل جس عند كل محور؟ لو الكوبري فيه 50 60 محور، مش هيعمل 50 60 جسه عشان يدرس عطا، والا مش هيرسى عليه العطا. هو بيدرس 3 4 جسات، بيعمل جسات تاكيديه على سبيل الايه؟ التاكد بس، مش على سبيل الحصر. فهنا بيبقى ايه؟ ما بين هو نارين، ما بين ان هو المنافسه ويقدر يحصل على يحط سعر مناسب يكسب بيه العطا، وما بين ان هو يجازف او ياخد ريسك على ايه؟ على نفسه، ان هو بيحط بيتوقع ان الجسه اللي العميل عملها واللي هي مرفقه بمستندات العطا هي دي الجسه السائده بتعبر عن التربه. عملنا كده وحطينا سعرنا وقالوا الجسه بتاعت العميل ما كانش فيها اي عدوانيه، التربه زي الفل. جينا نشتغل لقينا التربه ايه؟ عدوانيه. ده يعني على سبيل المثال، وفي امثله كثيره يعني لا يتسع المجال ايه لذكرها يعني. ونشكر حضراتكم على ايه حسن استماعكم. شرفتنا يا باشمهندس عادل، ويعني من الجهات اللي اكيد بتقابل اوامر تغييريه يعني ضخمه ومش بسيطه هي الشركات اللي بحجم المجاورين العرب، واللي بيسند ليها نوعيه معينه من الاعمال بيكون الانون فيها كبير يعني. واحيانا يطلب من حضراتكم اشغال في اوقات و ومواصفات وعلى وجه معين من الأوجه، لكن احنا بنتكلم في اللقاء احنا كنا نقصد يعني ليس نصر الطرف على آخر، وإنما كنا بنطرح فكرة أن تتم إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية بطريقة فنية ومنهجية تؤدي إلى نجاح هذه الإدارة للتغييرات في المشاريع. قلنا انه محتاجين علشان التغييرات دي تكون يعني ذات قيمه مضافه للمشاريع انه يتم دراسه المشاريع بشكل كافي، وانه يستخدم في المشاريع برضو مقاولين مؤهلين ومناسبين للعمل في المشروع. الطرح واحنا بنطرح كنا بنتكلم على فكره المعاينه النافيه للجهاله، وان هي فكره مش منطقيه في كل الاعمال، وان مش ممكن بعض المشاريع فرصه المتاحه لزيارتها والسايت سيرفي بتاعها بتكون في وقت زمني بسيط جدا لا يتناسب مع حجم المشروع ولا حجم الموقع نفسه، ولا في امكانيه للمقاول انه يقوم باختبارات او جسات او فحص او كشف يؤدي انه فعلا يكون في موقف نافي للجهاله. النقطه الثانيه اللي تعرضنا ليها المره السابقه ومش عارف حضرتك كنت مشرفنا في اللقاء السابق، وهي موضوع مسؤوليه المقاول عن صحه التصميمات وانه راجعها وتاكد من دقتها، و بالتاكيد انه لو هو وهو مقدم العطاء
يعني الموضوع ده يعني حسب ما هو مشترك في معظم كراسات شروط المواصفات هو مجحف بالتأكيد للمقاول ومش في صالح المشروع، لأنه بعد كده لو في يعني خطوات بخطأ من المقاول في المراجعة أو بخطأ من المصمم في التصميم هو خطأ يجب تلافيه ويجب إصلاحه ويجب معالجته أيا كان الطرف يعني. لكن أنت تحمل خلال فترة زمنية وجيزة المقاول انه يراجع كل تصميمات المشروع وتاكد من صحتها ويقر ان هو ان هي صحيحه، ده شيء مش منطقي. ودي من الامور اللي احنا يعني طرحنا خلال الطرح ده في اللقاءين، انه يتم تعديله لصالح المشروع وليس لصالح المالك او لصالح المقاول. الحاجه الثالثه اللي احنا كنا بنطرحها من خلال طرحنا انه اعطاء الفريق الفني اللي بيقوم على المشروع الفرصة الكاملة من استخدام خبرات مؤهلة لمثل المشاريع أو على مستوى المشروع اللي هم بيشرفوا عليه. الحاجة الثانية إنه يكون له يعني البوزيشن أو الوظيفة أو الطريقة إنه ما فيش حاجة تعدي إلا من خلاله، يعني إصدار الأوامر التغييرية مباشرة من المالك للمقاول أو قيام المقاول بتنفيذ أعمال تغييرية في الموقع دون الرجوع للفريق الفني أو غيرها من التجاوزات، بتكون في الآخر محط خلاف وعامل سلبي وليس عامل إيجابي في المشاريع. احنا اتشرفنا بمداخلة حضرتك يا باشمهندس عادل، وهي تجربة بالتأكيد مفيدة لكل الزملاء اللي حاضرين ولسه مستمرين معنا في اللقاء. ولو في حد يحب يضيف أي شيء على الرحب والسعة معاكم، وأهلا وسهلا بكم جميعا. هو في باشمهندس احمد بيقول في احدى المشروعات وصلت نسبه الامر التغييري او الري وورك ل 74% من قيمه المشروع، 74%. نعم، طيب هو شيء مش منطقي، واحنا قلنا انه بالتاكيد المشروع ده يعني فعلا برأي المهندس حسين لم يدرس الدراسه الكافيه والمنطقيه، لانه مش ممكن يكون في وضع اتغير في المشروع يؤدي الى احداث تغييرات تصل لهذه النسبه يعني. لكن هي كيس موجوده وحاله موجوده يعني. العبره في الموضوع ان يكون التغييرات يعني فنيه ولها سبب منطقي مقبول، ده اللي احنا طرحناه. لكن نسبتها وكميتها والحاجه ليها مقرونه او مرتبطه بحاجه المشروع لهذه التغييرات. تمام يا استاذنا. في سؤال بس اخير، باشمهندس ايهاب بيسال هل يمكن للمالك الغاء الامر التغييري بعد اقراره واعتماده؟ حياك الله يا باشمهندس ايهاب، وتحياتنا لحضرتك وللزملاء الافاضل في حائل. لكن بالتاكيد الامر التغييري اذا تم اقراره واعتماده قبل تنفيذه ده موضوع. على أي أساس تم إقراره واعتماده؟ أكيد على دراسة فنية يعني هو لم يتم طرحه ودراسته وإقراره واعتماده إلا بسبب فني. لو الموضوع فنياً وجد له وجه آخر من المعالجة وطريقة أخرى للتعامل مفيش مشكلة خالص في إلغائه، لكن يجب أن تتم كل هذه الإجراءات بطريقة اتفاقية، يعني ليست قرارات فوقية أو أحادية الجانب، ولكن بطرح يشترك فيه فريق المشروع بشكل كامل، المالك والمقاول والفريق الفني المشرف على الأعمال. لكن لو تم، هو ممكن يكون السؤال بقى لو تم تنفيذ جزء من الأعمال، لا بالتأكيد المقاول يستحق على هذه الأعمال اللي تم إقرارها وتنفيذ جزء منها، يستحق عليها التعويض. وده يمكن وضحناه في اللقاء السابق، إن المالك لو أخفق أو ما اتخذش القرار السليم في الوقت المناسب أو المهندس أو الفريق الفني جانبه الصواب في بعض الأعمال أو عطل بعض الأعمال أو كذا وكذا، في كل هذه الظروف بيستحق المقاول تعويض. لكن إلغائه قبل ما يتم تنفيذ أي جزء منه بالتأكيد ما استحقش غير التكاليف اللي ربما مرتبطة به الاندايركت كوست أو التايم كوست أو غير ذلك من التكاليف الأخرى يعني. شكرا باشمهندس إيهاب، وتشرفت بوجودك.
جزاكم الله كل خير يا استاذنا على المحاضرات الرائعه ديت، والف شكر لحضرتك، وان شاء الله لو حد عنده اسئله اضافيه يبعتها بقى لحضرتك ان شاء الله على اللينكدين وعلى رقم تليفون حضرتك. كلمه واحده. لا مرحبا. اتفضل اتفضل استاذ. طبعا اتفضل. اولا بنشكر الباشمهندس عادل جدا، وهو له حق وحضرتك ليك حق، ان الشغل بتاع لو بيبقى انفراستراكشر او الحاجات اللي هي بتبقى تحت الارض مش ممكن طبعا تبقى 100%، بس زي ما بقول لحضرتك دلوقتي انا اللي حاولت ابينه حاجه، ان الحل الامثل اللي قابلني في حياتي، على فكره قابلني مره بس، مره واحده مش تبقى عارف يعني، مش هقول لك مده كام عشان ايه ما افضحش ناس قدامك تعرف انا عجوز قد ايه. ربنا يديك الصحه. مش الله يخليك. محطوط فيها كل البريك داون بتاع اي سعر، يعني مش مقدم البريك داون على بعضه لا، يعني كل العناصر، العماله، المعدات، المصنعيات، كل حاجه، بحيث ان لو في اي امر تغييري حصل ما ياخدش اي جهد. التحليل بتاعه بقى 1 2 3 4 5، والاوفر هيد بتاعه كمان موجود، والمارك اب موجود، وكل حاجه موجوده، بحيث ان يعني ايه ان ما يبقاش فيه مجال لمناقشات ولا خلافات، ولا ان المشروع يقف يوم واحد علشان نقعد نحلل ونعمل ونوصل لسعر. ده بس الحل اللي انا ايه يعني بقترحه، ان لو ده كالتشر زي حاجات كتيره جدا مش موجوده في وسطينا وهيتحل لنا حاجات كتير جدا، يبقى ده يعني الاساسي. انا طبعا نشكر الباشمهندس عادل وكلامه صح 100%، وحضرتك كلامك صح 100%، انا ما فيش اي اعتراض على الكلام ده كله، وده واقع وده ودي حقيقه، واللي مش مقتنع بكده يبقى يعني حاطط راسه في التراب يعني، مش انما غالبيه مشروعاتنا للاسف يعني مش يعني زي ما حضرتك بتقول نفس الكلام ده. وانا شاكر جدا، وبس هي الفكره بس ان انا اود ان يعني ايه ان الفكره دي ده مش فكرتي يعني، مش اختراعي يعني، انا بخترعه وبقوله ده فكره، كانت شركه فرنسيه وكانت بتشتغل معانا في اسكندريه، احنا كنا بنشتغل معاها كام اول، كانت هي في مجال البترول، ودخلنا وحطينا كل حاجه، مدير المشروع بياخد كذا، وده كذا وده كذا، والايجار العربيه كذا في اليوم، وايجار كذا، بريك داون كامل، بحيث لو كلفك باي بند، البند عباره عن ايه؟ 1 2 3 4 5 6 اهم، ادي سعرهم، ادي الاوفر هيد بتاع اللي فوق الكوست بتاعي، الدايركت كوست، وادي ضرايبي وادي وبتاع، يبقى ما فيش خلاف. انما الخلاف بيحصل فين؟ لما بنيجي بقى نخش في ايه؟ في مناقشات، وده زي ده وده مش زي ده، وده كذا وده بالمتر مساطة وده بالمتر مكعب، وده سعر بتاع فلان، لا ده انت واخد بال حضرتك. فده بس اللي انا كان قصدي من المداخله يعني، او ان انا يعني برضه بشرب ان انا يعني بناخد من حضراتكم يعني، انا بعرف ابتزل اللي قدامي كويس، خلي بالك يعني طلع منه اللي في دماغه كله، عشان يعني ده بيزيدنا يعني حاجات كتير يعني. وانا شاكر جدا على قبولك يعني المداخله، ده اللي انا قصدي عليه، ان اذا نجحنا ان احنا نحط هذه الكالتشر في 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 عقودنا، او في 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 ال RFQ بتاعتنا، request for quotations، يبقى كويس قوي يعني. شاكر جدا على المقطع المداخله. شكرا شرفتنا يا باشمهندس، ربنا يزيدك يا ربي من فضله وعلمه وعلما وخبره وصحه وعافيه، ويشرفنا دايما جميعا يا رب. اللهم باشمهندس عبد الشيش من حائل. السلام عليكم مهندس وليد. سلام، تحياتي للزملاء كلهم واساتذتنا، كلكم اساتذتنا ما شاء الله عليكم. شاكر لاجابه السؤال. واستفسار تاني، هل في مده معينه ترتبط بتقديم الامر التغييري في فتره من بدايه المشروع؟ يعني سي لو المشروع 3 سنوات، هل في مثلا مده معينه بعدها يبقى تقديم فاريشن او تشينج اوردر شيء منافي لاصول العمل؟ واعتقد يعني الموضوع مرتبط بفكره التغييرات يعني. باشمهندس ايهاب، انت لو استلمت كراس شروط ومواصفات والتندر درانس ولقيت فيها اخطاء او نواقص تحتاج الى تغيير، يبقى انت بدا معاك التغيير من بدايه المشروع. لو انت بتسلم، وانا عارف مجال عمل حضرتك وخبراتك الكبيره في مجال الكهرباء، ولقيت والله
ان في اشتراطات وانت بتسلم من التسليم الابتدائي من شركه الكهرباء انك تحط بريكر معين بمواصفات معينه. التغييرات دي او الاشتراطات والمواصفات من شركه الكهرباء صدرت فقط يبني التسليم مباشره او اثناء عمليه التسليم الابتدائي. فمعنى كده انه عمليه التغييرات وادارتها بتتم على مسيره المشروع بالكامل. ده الفكره اللي احنا كنا بنطرحه، ازاي ندير هذه التغييرات ونكون حريصين على ان تاثيراتها تكون دايما في صالح المشروع، تزيد من قيمته وتقلل من تكلفته، تعجل من انجازه، تزيد وتضيف في جوده المشروع. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لكن اكيد انت قابلت الحالات دي كثيرا، واحنا برضو الزملاء اللي موجودين معانا في اللقاء، انه احيانا كثيره يعني وانت بتنهي وبتقفل الباب تفاجئ انه انت محتاج تغير الكالوت. ده بالظبط اللي كنت عاوز اوضحه لحضرتك وللزملاء اللي معانا. التغييرات ملازمه للمشاريع وملاصقه ليها وصفه من صفاتها عبر مسيره المشروع من البدايه من الطرح حتى التسليم الابتدائي. وهناك خلاف ونزاع يعني حول حضور الاوامر التدميريه بعد التسليم الابتدائي. الاغلب والراي الارجح في الموضوع ان بعد التسليم الابتدائي تتعب، لكن في بعض الحالات بيتم يعني اصدار اوامر تغريريه لان المقاول هو نفسه اللي نفذ ولديه الخبره بالموقع وعنده المواصفات و و و وبيتم في هذه الحاله يا اما ابرام عقد يا اما اعتماد الموضوع كامر تغييري بطريقه اتفاقيه. يعني تحياتي لسعادتك مهندس وليد والمهندس عمر والمهندس حسين استاذنا الكبير، شاكرين يا فندم. تحت امرك يا باشمهندس. باشمهندس وليد عنده مشكله في المايك. خير ان شاء الله. يعني احنا اتشرفنا بحضوره على مدار اللقاءين واتشرفنا بحضراتكم، والموضوع عندك اخي الكريم في التنسيق، تحت امرك واتشرف بيكم. أشكر الله لكم وأشكر الله عز وجل أن وفقنا لتقديم هذه اللقاءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع ويكون فيها فائدة وناس يعني يكون الموضوع بالنسبة لهم ذو معنى وذو قيمة مضافة. وعلى الرحب والسعة اتشرفت بيكم وأضفتم لي أكثر مما أتوقع أني أضفت لحضرتك. جزاكم الله كل خير يا استاذنا فاضل، ربنا يجعله في ميزان حسناتك وربنا يزيدك علما وتواضعا. ونختم بقى، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.